يلا بينا احنا هنعمل كده شير فيديو اهو. انا مش انا بس عايز اوريكم بس حاجه قبل ما ابتدي مع صبره. معلش انا هعمل كده شير للفيديو. ثواني شير كده ونفتح ويندو كامله. لا انتاير ايوه وشير. انا كده عامل شير كده صح كده. انتوا شايفين كده شايفين نفسكم صح كده صح كده روح او باين تمام. بصوا دي داشبورد انا عملتها. بصوا شايفين الشكل. بصوا على الديزاين في فرق شاسع ما بين الداشبورد اللي انا كنت عاملها قبل كده والداشبورد دي. حد خد باله من اللي انا من الفروقات دي ولا لا؟ تمام. بصوا الداشبورد دي بقت حلوه كده. متهيألي الداشبورد دي بالنسبه لكم شكلها بقى الطف شويه. تمام ايوه الديزاين بتاعها احسن. دي بنعملها ايه؟ بنستخدم فيها الانسرت شيب دي اللي هي الشيب دي وكمان رابط حاجات كده حلوه. يعني ممكن ادوس على دي كده يجيب لي على البيفت تيبل. ادوس على دي مثلا ينقلني على التشارت. دي كانت محلات بيتزا دي انا عاملها. وكمان علشان في السلايسر دي كان السلايسر بالطول كده. بصوا لو تلاحظوا السلايسر هنا كان بالطول فانا عايز اخليه بالجنب. فروحت هنا دوست في سلايسر اهي هتلاقوا هنا كولوم واحد. ممكن اخليه اتنين وتلاته. انتوا خدتوا بالكم ولا لا؟ فبصغر ال كده. خدتوا بالكم يا شباب؟ تمام تمام يا فكده بقت احسن بشويه. يعني فكده بقت احسن شويه. فكده اهي ونخليها مثلا دي مثلا تلاته كولوم او اربعه كولوم ونخلي دي كده نصغرها اكتر بحيث ان انت تقلل الحجم اكتر. وتستخدم الشادو. الشادو ده اللي هو شيب فورمات. الحاجه اسمها شيب افكت شادو. الشادو ده بقى اللي انت تغير الشيب بتاع اللي هو الظل اللي بيقع ورا اللي هو اللون ده كده. تمام. فدي بتبقى شكلها احسن. وطبعا كل ما تزود حاجه كل ما الموضوع هيبقى احسن واحسن. تمام كده يا شباب. يعني مثلا ممكن اول ما اختار تشيكن لو تلاحظوا الحاجات الانسرت بوكس دي اتغيرت ميديم لارج معرفش ايه كلاسيك وهكذا. فالموضوع بقى احسن صح كده يا جماعه. الموضوع كده بقى احلى بشويه. السلام عليكم. اه يا دكتور تمام. مع حضرتك يا زلمه. تعالى نقفل بقى ده بقى كده ونروح بقى ايه. تمام حضرتك يا دكتور. حبيبي. تعالى بقى ننقل على الحته دي. صبرا انت معايا صح؟ اه تمام مع حضرتك. قول لي بقى انت كنت عايز تعمل ايه؟ قول لي بقى. بص حضرتك لو دخلت كده على الداشبورد. الداشبورد اهي مالها. بص حضرتك لو شلت الفلتر اللي موجود دوت لو شلنا بص حضرتك خليك في الاستاذ اللي هو 2020 دوت مثلا ماشي جايب لي كل السنين وانا مختار سنتين وانت مختار سنتين. طب نعمل دي كده الاول. طب انا اقول لك على حاجه. ممكن لحظه كده يعني انا ممكن الغي دولت الاول بس صبر لو سمحت اهو انا الغيهم ادوس ديليت. اه تمام تمام ادوس ديليت. تمام تمام. وهبتدي امسح كده شويه حاجات كده اعمل مثلا كلير مثلا كده بحيث ان هي تبقى الداشبورد دي كده بس. او نعمل دولك كده مثلا نخليها مثلا كده الاول ونخليها بدون جريد لاين عشان نبقى شايفين. كبر بقى الكلام يعني ممكن نخلي دولك كده ونخلي كده كبر الكلام ده كده. انا عامل هايت. اه تمام انا فاهم اهو ونكبر الكلام ده كده كده احنا تمام. نعمل هايت فين بقى اهو نسحب كمان عايزين نشيل كل اهو ده كده الحاجه بتاعتنا. تعامل على بيفت تعامل بيفت واحد صح؟ لا ثلاثة ثلاثة الثلاثة الثلاثة ورا الصور يعني؟ لا هتلاقيهم حضرتك موجودين. ممكن حضرتك لو نزلت هتلاقيهم موجودين أو فوق. طب استنى طب تعالى ناخد دي كده على جنب كده وناخد دولت على جنب وندور عليهم. هما مش موجودين لحظة. لا طب استنى أقول لك أنا على حاجة كويسة أوي. إحنا ممكن نعملها من الأول تاني. هي موجودة فين هما دولت؟
لا خلاص هو مش بس هما كانوا في اخر حاجه في الداشبورد. مفيش مشكله مفيش مشكله، احنا نخلي دي ونروح نكمل على الثانيه اهي. نيجي على الثانيه اهو، نيجي هنا اهو انسرت بيفت تيبل. انت كنت عاملها على دي ايه؟ دي الداشبورد دي خليها جنب الداتا، بيانات الداتا، عدد الكيلومترات واسعار العربيات واعلى بيع عربيه اهي. انسرت تمام بيفت تيبل ونحطها في هنا في الداشبورد دي، نحطها هنا كده. عدد الكيلومترات اللي هو المايلج، بس المايلج دي بايه؟ بكل عربيه. يبقى دي بكل عربيه صح كده؟ اللي هو ده تمام. هنعمل دي كده، نعملها نعمل دي كده تمام. دي كده المايلج ودي كده السعر ودي كده الاسعار. وبعد كده نجيب دي ايه؟ اللي هي ايه؟ اعلى بيع سياره. لا يبقى نجيب بقى هنا، يبقى اسعار العربيات. طب خلينا في الدور الاول. حاجة اسمها الشوب. هقول لك ايه، انت خدت بالك انت كنت عاملها منين؟ منين؟ انت عرفت المشكلة فين؟ بص ثواني انا هقفل ده كده خالص، هفتحها من الاول خالص اهي. كانت اسمها ايه؟ مش عارف، اقول لحضرتك اسمها ايه ثواني؟ اكسل ادفانسد. اكسل ادفانس ثالث وحيد. اهو بص انا كده عرفت المشكله فين. بص يا شباب، المشكله ان كانت لما تيجي تختار داشبورد دي، في الاول هنا الداشبورد بتيجي هنا كده في حاجه اسمها بيفت تيبل انالايز، في حاجه اسمها تشينج سورس داتا. يعني ايه تشينج داتا سورس يا جماعه؟ يعني ايه كلمه تشينج داتا سورس؟ يعني ان احنا هنغير السورس بتاع الداتا، المصدر بتاع الداتا. فلما باجي ادوس عليه بيقول لي ان انت عامل المصدر من هنا، خدت بالك يا صبرا؟ مش من بيفت تيبل. الو انتوا سامعين يا جماعه ولا النت قطع ولا ايه؟ شباب هعمل شير اهو، وهنعملها على الانتاير ويندو اهي. شير انتوا كده شايفين صح كده يا شباب؟ تمام يا زعيم. بص كده لو تلاحظوا، انت صبرا انت معايا؟ معايا كده. بص انت الفكره في ايه؟ لما انت بتيجي تدوس هنا وتيجي تعمل هنا حاجه اسمها، في هنا في البيفت انالايز حاجه اسمها تشينج داتا سورس، لما تيجي تضغط عليها بيبتدي يقول لي ان السورس بتاعها ده، خدت بالك؟ تمام. يبقى انت ما كنتش عامله بيفت تيبل، انت كنت واخده من الداتا دي على طول، من البيانات الاساسيه، فعشان كده ما كانتش بتسمع معاك. هوريك حاجه ثانيه. بص لما تيجي تدوس على دي كده تروح دايس بيفت انالايزر، تروح دايس تشينج، بيقول لي ثواني هي في واحده منهم اهي تشينج بيفت سورس. لا ثانيه ايوه انا شغال بيفت تيبل مش عارف. لا انا كان بيظهر حضرتك معايا مثلا السنين كلها ماشي، وانا المفروض لما اختار مثلا يعني 2020 ايه بختارها بتجيب ال 2020 بس. مش عارف بقى ما هي اهو 2019 بتغير معايا 2020. طب هاتك لو شلت الفلتر، لو شلت الفلتر ما هو شلت الفلتر هتجيب لي كل السنين، هتجيب لي كل حاجة، المفروض ان هي تجيب لي كل حاجة، انت فاهم قصدي؟ اوكي يعني المفروض ان هي تجيب لي كل حاجة بس كده. تمام انا هقفل دي كده. حلو طب خلينا في خلينا في النهارده يا شباب هنشرح حاجة تحفة التحفة.
النهارده انا وقفت الشير. النهارده هنشرح حاجه جميله قوي 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 قوي. الموضوع بتاعها حلو جدا وهو الباور كويري. الباور كويري اللي ما يعرفش يعني ايه باور كويري ان شاء الله ان شاء الله يعرفها دلوقتي. لحظه بس اعمل الشحن بالموبايل. لحظه سمعيني كده يا شباب. ماشي. الو سامعين الصوت كويس؟ ماشي. تعالوا بقى كده ونعمل ويندو ونختار الداتا اناليسز شير. في مشكله في الشير بس لو انا ايوه انا ما قلت لكم دلوقتي. تمام كده شباب، انتوا كده شايفين كده كويس؟ تمام. تعالوا بقى نتكلم عن الداتا اناليسز. الداتا اناليسز ايه اللي هو هو البتاع اللي تقل قوي فجاه. ماشي. الباور كويري. معلش يا شباب بس هو في ايه في الموضوع ده بس كده. تمام. الباور كويري ده من اداه من اكتر الادوات اللي انت هتستخدمها كده كده في الاكسل شئت ام ابيت في تحليل البيانات. الباور كويري من الحاجات اللي هتفيدك كتير جدا ان انت تعمل كليننج وترانسفورم للداتا، اللي انت تظبط الداتا علشان تطلع بنتيجه كويسه. الباور كويري هو ده بيقول لك باستخدام باور كويري المعروف باسم جيت اند ترانسفورم في اكسل يمكنك استخراج البيانات، استيراد البيانات من الاتصال بها ثم تشكيل تلك البيانات، ازاله عمود، يمكنك تحميل استعلام من الاكسل، انشاء مخططات وهكذا. ايه هو الباور كويري؟ لو هتشتغل في تحليل بيانات فعلا بيقول لك اكيد هتتعامل مع الباور كويري في الموضوع ده. ودي عباره عن ادن مجانيه تم تصميمها بواسطه مايكروسوفت. وطبعا بتكون مش شامله ثلاث حاجات، انتوا سامعيني صح؟ بتكون شامله ثلاث حاجات. حاجه اسمها اكستراكت و ترانسفورم ويلود. اكستراكت اللي احنا واقفين قدامها دي اللي هي استخلاص البيانات. الباور كويري دي تقدر تعمل استخلاص بيانات من كذا داتا، من كذا داتا، داتا زي اكسل، زي تكست، زي اس كيو ال، زي حاجات كتير قوي. بس بتبقى بيانات لا اما تكست لا اما رقميه. ما ينفعش طبعا نستخرج حاجات فيها صوت وصوره لان دي مش شغله الباور كويري. انتوا سامعيني صح؟ الو سامعين حضرتك يا جماعه؟ اه تمام سامعينك. ترانسفورم داتا ودي اكتر حاجه هنبتدي معالجه البيانات او ترانسفورم داتا. دي اكتر حاجه هنشتغل عليها لان دي من الحاجات. الشير مش شغال يا دكتور. لا الشير شغال. حد مش شغال عنده شير؟ هو بيروح ويقطع يشتغل ويقطع. لا هو شغال عندي عادي. ماشي شغال بدام شغال تمام. ف معالجه البيانات او الترانسفورم داتا دي انت بتعمل دي اكتر حاجه انت هتستخدمها في البار كويري لان ده الباك اند بتاع البار كويري اللي انت تقدر تعمل تحويل وتظبيط وازاله عمدان وتعمل تواريخ وحاجات كتير قوي تقدر تعملها في البار كويري. ده اللود. اللود اللي انت تقدر تعمل له لود على اكتر من حاجه. تقدر تعمل له يعني تخرج بقى الداتا دي. الداتا دي خرجت ازاي؟ هتخرجها يا اما على تيبل، يا اما على بيفت تيبل، يا اما على بيفت تشارت، يا اما تسيبها بس كده على الاكسل وبعد كده تستخدمها تاني. والحركه دي على فكره يا جماعه الكلمه دي مشهوره جدا، الكلمه دي مشهوره جدا والكلمه دي مهمه جدا، اسمها AETL اكستراكت ترانسفورم لود. السورس ده السورس. الاكستراكت بيبقى من السورسز دي، الترانسفورم بيبقى من هنا، اللودنج بيبقى هنا. انتوا معايا يا شباب سامعيني كويس؟ سامعينك كويس يا زلمه. بصوا يا شباب تمام يا زلمه. لا لا معلش كده خليكم بس فاتحين معايا كده عشان تسمعوني كويس. الاي تي ال دي يعني الحته دي نعم معلش بالراحه بالراحه تاني كده معلش بالراحه كده كلميني. تمام يا شباب. الاي تي ال extract
ترانسفورم لود. الكلمه دي مشهوره جدا 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 جدا. اي حد في تحليل البيانات، معلش يا جماعه بس اعملوا ميوت بس عشان الصوت عالي قوي. اي حد في تحليل البيانات بيبقى عارف يعني ايه كلمه اي تي ال. كده وضحت كده يا شباب؟ اي تي ال معايا؟ ها معاك هندسه؟ تمام معاك. السورس من هنا تحطه في المفرمه اللي هو الباور كويري، بيخرج في اللود. تمام. الباور كويري يا شباب شغال بلغه اسمها ام ام ام، وباختصار لكلمه ماش اب. ماش اب دي يا جماعه لما تيجوا تترجموها هتلاقيها بيقول لك هرس الداتا، اللي انت بتمسك الداتا كده بتروح فردها وتقعد تهرس فيها وتقعد تشكلها على دماغك. هي دي اللغه بتاعه الباور كويري من جوه، اسمها لغه الام ام ميم. تمام. ولغه هي انا جبت لكم يعني ريفرنس ليها، اللي انا من ضمن الحاجات الغريبه اللي انا شفتها في الريفرنس دي. نعم. اللغه دي لغه برمجه دي يعني، هو بيتخش في لغه برمجه؟ لغه برمجه اسمها ام. بس هقول لك على حاجه، انت مش هتحتاجها بنسبه غير بنسبه 1% مثلا كل كام بروجكت تخش تعدل فيها، فاهم؟ الموضوع مش هيبقى كبير يعني، الموضوع مثلا كل كام بروجكت، كل ما يقابلك بروجكت هتخش تعدل فيها تعديله واحده، يعني مش محتاج تذاكرها، فاهم قصدي؟ الو. ايوه تمام معاك يا باشمهندس. تمام يعني تمام. انت مش محتاج تذاكرها، هي بس للمعلومه يعني. ومن ضمن الحاجات الغريبه اللي انا لاحظتها، بصوا كده، بصوا. نعم يا باشمهندس، هي دي زي لغه الار كده؟ بص الار، لا الار حاجه تانية، لا الار حاجه تانية. بص الار والبايثون دي لغات تانية، البايثون دي طبعا لغه، والار حاجه تانية خالص. ار حاجه تبع الاحصاء والستاتستكس. انا هوريك دلوقتي لغه الام دي شكلها عامل ازاي. تمام. كده وضحت؟ انتوا معايا صح؟ انتوا كويسين؟ كويسين. بصوا من ضمن الحاجات اللي اتعمل في سنة 2013، اللقطة دي بيقول لك بعد 20 سنة من اختراع البيفت تيبل. ارجع كده ب 20 سنة ورا، بعد من 2013 يبقى 10 سنين، 2003 10 سنين تانية يعني 97 93 فاهمين يعني ايه 93؟ البيفت تيبل معمول من سنة 93. طب هو ده البيفت تيبل؟ لا طبعا، لا طبعا. نعم. ازاي البيفت تيبل من 2013؟ بص والله انا مش عارف، بس دي ولا اللي هو قصده، ولا لا انا اعتقد ان هو قصده ال 20 سنه دي من دلوقتي. لا بص اكزاكتلي 20 سنه افتر ذا بيفت تيبل، جزء من اختراع البيفت تيبل. اكزاكتلي 20 سنه افتر ذا بيفت تيبل، جزء او اخترع، ممكن يكون ما اتعملوش ببلش، ممكن يكون اخترع بس. على بعديها انا بس رفض ايه رفض انا على بعديها ده الباور كويري، شكل الباور كويري ده الباور كويري من داتا تايبس. الداتا تايبس يا جماعه اللي انتوا الداتا تايب اللي هي ايه؟ بالنسبه اللي هي مثلا علامه عشريه، دي علامه حاجات زي كده كتير، اللي هو التكست الاي بي سي وهكذا. هنا بقى الباور كويري لو تلاحظوا بقى الحته دي، بصوا بياخد من كذا سورس، بصوا سورس اكسل تكست وفولدرات، وبيجمعهم كلهم في تيبل. طب ايه رايكم بقى نخش نشتغل؟ ها يلا بينا، يلا بينا. انا هقفل ده كده، انا هبتدي اهو. ولا يهمك يا دكتور، اتفضل. شكرا جدا ليكم. هنبتدي دلوقتي نفتح اكسل ونعمل شير، نعمل شير على الاكسل. ثانيه كده، شايفيني كويس صح كده؟
الو كده سامعني صح؟ تمام. دلوقتي هو ممكن بس تعلوا صوتكم شويه لان الصوت حاسس ان هو واطي قوي مش عارف ليه. تمام. دلوقتي احنا قلنا احنا عايزين نفعل الباور كويري او نشتغل على الباور كويري. الباور كويري ده يا جماعه وظيفته ان انت بتشتغل على بضع المصادر او عدد من المصادر كتير تقدر تعمل لهم كليننج وتظبيط حاجات كتير علشان تقدر تستخدمهم يعني. فانا عندي دلوقتي في الباور كويري انا عندي مبيعات يناير وفبراير ومارس. طب انتوا سامعيني كده صح؟ سامعيني؟ مع حضرتك. يناير فبراير ومارس. فانا دلوقتي يناير نفتح كده مثلا اي شيت منهم مثلا. لحظه. ده شيت يناير ده مفيش شيله. ده شيت يناير ده عباره عن فيه رقم الطلب. مفيش شيله يا استاذ محمد. نعم؟ الشير مش ظاهر. الشير مش ظاهر صح. لحظة. كده بقت اوضح. ده يناير شايفين كده شايفين كده كده شايف كده صبر صح؟ تمام يا استاذ محمد. ماشي. ده فيها رقم الطلب والمنتج وسعر البيع وهكذا. وفي هنا كمان في حاضر حاضر معلش بس الناس اللي بتقعد معلش. تمام. وده في فبراير. فبراير برضو نفس الكلام. فبراير هتلاقيه برضو في المنتج وسعر البيع والتكلفة. بصوا من الاخر انا عندي كام شيت مبيعات يناير وفبراير ومارس. تمام كده يا شباب. يناير وفبراير ومارس انا عايز دلوقتي ان انا اجمعهم كلهم في شيت واحد. بس لازم في شرط من شروط الحاجات دي ان كل الحاجات تبقى موجودة. البيانات تبقى طبعا مختلفة عادي بس العناوين تبقى بالظبط. يعني رقم الطلب المبيعات كل حاجة تبقى زي مثلا يناير مثلا. يعني انت مثلا عندك رقم الطلب المنتج سعر البيع يبقى في كل الشهور. انتوا كده فاهميني كده يا شباب؟ يبقى في كل الشهور الحاجات دي. كده وضحت كده يا شباب ولا لا؟ انتوا سامعيني اساسا ولا؟ تمام. تمام. يا دكتور يعني كل الاعمده بنفس بيانات يبقى بنفس البيانات بالظبط. هي بس البيانات اللي جوه الداتا هي اللي متغيره بس. صح. اسم العمود هو اللي ثابت اما الداتا اللي جوه دي تبقى هي اللي متغيره. تمام. نقفل ده كده. طب هندخل الداتا دي ازاي؟ بصوا يا شباب عشان نبتدي نفتح الباور كويري هتبقى في الداتا هتكون في حاجه اسمها جيت اند ترانسفورم داتا. دي في بقى كذا حاجه. في ممكن تجيبهم من تيبل ممكن تجيبهم من ويب تجيبهم. يعني انا مثلا عندي جوجل شيت ساعات كنت عامل له امبورت هنا في اكسل. وفي ممكن تجيبه بقى من جيت داتا. ثاني انا عايز بس اظبط حاجه كده معلش انا اسف. ماشي مظبوط. ماشي. فهنيجي هنا كده جيت. شايفين كده يا شباب في الداتا في جيت داتا شايفين ولا لا؟ الو شايفين. جيت داتا فروم فايل. في بقى اكتر من كذا حاجه. في اكسل في سي اس في تكست في جيسون في بي دي اف. فانت هتقول له فروم فولدر. انت عايز الفولدر كله اللي هو يناير وفبراير ومارس الثلاثه تضمهم تحت بعض. هتروح دايس الفولدر. اللي جاي ده يا جماعه حاجات انتوا اول مره هتشوفوها في اكسل. اول مره تشوفوها في الاكسل. يعني انتوا شوفوا انتوا بتستخدموا الاكسل بقالكم قد ايه واول مره تشوفوا الشاشه اللي هتطلع لكم دي. تمام. وهنبتدي نختار. يعني انا مثلا حطيتهم في رساله فحطيتهم في باور كويري في كيو 1. كيو 1 اهو. دوس على كيو 1 دوس اوبن. بصوا ايه اللي هيحصل يا شباب. ظهرت شاشه اهي اسمها باور كويري كيو 1 يناير فبراير مارس. بيقول لي انت عايز تعمل فيهم ايه. بيقول لي عايز تعمل لود على طول ولا عايز تعمل كومباين ولا عايز تعمل ترانسفورم داتا. انا بيبقى اغلبيه الاستخدام بتبقى كومباين. تدوس على الكومباين دي وتعمل كومباين اند ترانسفورم داتا اللي انت تعمل تظبيط للداتا اللي هتحصل لك. تظبيط للداتا. تمام اهي.
معلش انا دوست بالغلط، انا اسف، انا هفتحها دلوقتي حالا. اهو معلش انا اسف اهو. كده شايفين كده شباب؟ تمام كده تمام. فبيقول لي بقى ايه؟ بيقول لي انا كده سحبت، انا كده سحبت كام فايل؟ عبد واحد انت معايا؟ خليل انتوا معايا يا جماعه؟ صابر انتوا معايا ولا انا مع حضرتك؟ انا مع حضرتك يا دكتور والله. لا ما تعملوش ميوت، افتحوا كده افتحوا كده واتكلموا معايا. بص احنا مركزين، احنا قمه التركيز يعني مركزين مع حضرتك قوي. ماشي ماشي، اصلا مش شايفكم. ماشي بص، فبيقول لك ايه، احنا كده عملنا امبورت للفولدر. الفولدر ده فيه ثلاث فايلات زي ما احنا قلنا، اللي هو كيو 1 اللي هو يناير وفبراير ومارس، صح؟ فبيقول لي بقى انت احنا عايزين نشتغل على انهي حاجه. فبيبتدي ياخد لي اول سامبل، يعني بيقول لي السامبل ده احنا هنشتغل زي السامبل اللي هو ايه، فبراير ولا مارس ولا يناير. فهم الثلاثه زي بعض، فانا بقول له انا اخطأ. والثلاثه خدوا بالكم، الثلاثه لازم يكونوا التابه اللي تحت دي تبقى مكتوبه زي الاسم ده برده. يعني بصوا المبيعات دي هتلاقيها موجوده في الثلاث فايلات، فدوس على المبيعات وبعد كده دوس اوكي. بصوا بقى اللي هيحصل بعد ما دوس اوكي. الشاشه اللي هتظهر دي يا جماعه شاشه اول مره تشوفوها في الاكسل. لا اله الا الله. بصوا دي شكل الشاشه اللي انتوا هتشوفوها، دي بقى الباور كويري، دي الشاشه اللي انتوا ما شفتوهاش قبل كده. مين اللي كان بيسالني على لغه الام اللي هي شبه لغه الار؟ مين اللي سالني؟ الو معاك يا دكتور، احنا مركزين بس. لا حد سالني قبل كده على لغه ام؟ تمام. طب عشان بس تبتدي نتكلم اهو عشان تشوفوا. بصوا يا شباب ده شكل الباور كويري اللي انتوا ما شفتوش قبل كده في حياتكم متهيألي، اللي بيستخدم ال انا بسجل. ما تقلقش بسجل. ده الباور كويري اللي انتوا متهيألي ما شفتوش قبل كده في الاكسل. يعني شوفوا انتوا بتستخدموا الاكسل بالكم قد ايه واول مره تشوفوا الشكل ده. ده الباور كويري. الباور كويري ده وظيفته ان ده بيعمل انالايز، ده اللي بيستخدموه محللين البيانات. من الاخر يا شباب، اي محلل بيانات خلقه ربنا بيستخدم الاكسل بيستخدم الباور كويري. الباور كويري ده اهم كمان من الباور بيفوت. بصوا الباور كويري ده وظيفته ايه؟ دي اولا شاشه الباور كويري، دي الخطوات اللي بتتسجل في الباور كويري. يعني اي حاجه انت بتعملها بتتسجل هنا من اول السورس فلتر، بعد كده ريموف لحد هنا. وده السورس اللي انت بتسحب منه الحاجه اللي هو كيو 1. كيو 1 ده المفروض ان انت شبه فيه كل حاجه. هوريك دلوقتي ايه ده الفكره دي. لو تلاحظوا كيو 1 اهي، لما تيجوا تلاحظوا بقى ده السورس نيم. السورس نيم دي اللي هي ايه؟ اللي هي اسامي الاكسلات بره. مش انا قلت لكم ان في يناير وفبراير ومارس بره على الاكسل من بره، صح ولا غلط؟ صح يا شباب ولا ايه؟ تمام. بصوا لما تيجي نقف هنا كده هتلاقوا يناير وفبراير ومارس. يعني هو بيسمي الداتا اللي موجوده دي ان دي الداتا بتاعت فايل فبراير. فاهمين قصدي؟ تمام. طب عايزين دلوقتي وده بقى الكويري اديتور او الادفانسد كويري اديتور. دي يا جماعه لغه الام، دي اللغه بتاعت الام اهي، اللي هو اللي كان بيسالني عن لغه ام. دي شكل لغه ام، تيبل دوت ترانسفورم كولومز اكسباند تيبلز وهكذا، دي الام. تمام. ومكون من كذا حاجه من هنا. طب نستفيد بيها ايه؟ بص بقى نستفيد ازاي. بص يا شباب لو تلاحظوا دلوقتي انا جمعت الثلاث شيتات في شيت واحد، يناير وفبراير ومارس. بالله عليكم بس لو انتوا سامعيني قولوا لي يناير وفبراير ومارس. تمام يا دكتور. فجمعناهم الثلاثه تحت بعض على فكره بالتيبل كله. فكده احنا كده جمعنا التلات شيتات تحت بعض. طب عايزين بقى نعمل بقى كليننج. بقى كليننج بقى اللي احنا عايزين ايه؟ ده كده احنا عملنا اول حاجه لمرحله ايه؟ الاكستراكت. فاكرين كلمه اي تي ال؟ حد فاكر كلمه اي تي ال؟ ايوه. هو كده حضرتك عملت استدعاء للداتا، لسه بقى المفروض تشتغل عليها تعمل لها كليننج علشان تقدر بعد كده تعمل لود التحليلات بتاعتك. صح. اول حاجه احنا عملنا الاكستراكت اللي هي الاي الاكستراكت. ده كده احنا خدنا الامبورت داتا. الترانسفورم دي هتبقى طويله شويه. تمام. اول حاجه
احنا مش عايزين دي. فنيجي نعمل ايه؟ في اكتر من حل. اول ما تدوس عليها كده في حاجه اسمها ريموف كولوم، وتدوس على ريموف الكول. سامعني ولا ايه؟ انتوا كده سامعيني صح؟ ريموف الكولوم، لو دوست على اليمين هنا كده ودوست ريموف ريموف. ايه ده، ايه ده الصوت ده؟ ايه يا شباب، في حد بيتكلم؟ هو حد عنده النت ضعيف فطلع صوته غريب. طب ماشي، بصوا يا شباب، سورس نيم اهي، دوس عليها كليك يمين، كليك يمين اهي، وتروح عامل ريموف. فاحنا كده شلنا السورس نيم، ما بقاش في سورس نيم، صح كده؟ ما احنا عايزين بقى نطلع الداتا. في حاجه اسمها يا جماعه داتا موديل. احنا دلوقتي بنعمل حاجه اسمها داتا موديل. يعني ايه داتا موديل؟ انا هعمل بس ستوب شير كده لحظه وهوريكم، او خلينا زي ما احنا. الداتا موديل دي يا شباب يعني ان انت بتعمل زي نموذج او شكل معين انت عايز يخرج بيه الداتا. ده اللي احنا بنعمله. الداتا كانت جايه لنا كتيره قوي، فاحنا شلنا السورس نيم اللي هو اسم الـ اسم الـ اسم الـ الملف. بعد كده في هنقعد نمشي كده، نمشي نمشي نمشي. لو تلاحظوا بصوا هنا، خدت بالكم من هنا كده، تاريخ التسليم وتاريخ الطلب. بصوا هتلاقي في حاجه اسمها ايرور اهي. حد خد باله؟ اهي ايرور، اهي ايرور قدامها ايرور. انتوا معايا ولا؟ اه دي الوحيده اللي معموله اصغر من واحد. بالظبط بالظبط، ما انا بقول لك دي هيبقى فيها ايرور. ما انت بقى ما هي دي الفكره. فانت ممكن بقى تروح عامل ايه؟ ريموف ايرور، او بص في حاجه اسمها ريبليس الايرور، او ريبليس ريبليس الايرور بمثلا، هتشوف دلوقتي مثلا بفاليو زيرو مثلا، او نخليها ده تاريخ. يبقى نعمل ريموف للايرور على طول، ندوس كليك يمين. هتلاقوا بصوا يا شباب كل دي اشكال بتعملوا ريموف دوبليكيت، ريموف ايرور، ريبليس فاليو، ريبليس ايرور. فهنيجي هنا نعمل ريموف للايرور. تمام كده يا شباب؟ فكده ما بقتش في ايرور هنا. فهنيجي هنا كمان، هنيجي للايرور. الايرور هنا هنروح جايين هنا ونشيل حاجه اسمها ريموف للايرور. كده ما بقاش في الايرور. ده بيجي من ايه طيب؟ بصوا يا شباب، في ايرور اكتر من ايرور بيظهر. بصوا احنا انا عملت الريموف للايرور ده. بص ودي الخطوات اللي بتظهر، هوريك دلوقتي يا صبر ايه اللي بيحصل. انا هشيل الريموف للايرور دي، انا كده رجعت الخطوات زي ما هي. الايرور اللي موجود ده ممكن يكون اللي هو الفاضي، فدي مسمينها ايرور ودي واحده. فاقول لك على حاجه سيبها، احنا ممكن نيجي هنا كده عشان انا فاكر في رقم الطلب ده هنا. بص اوريك حاجه، رقم الطلب ده لما تيجي تنزل تحت خالص هتلاقي فيه كلمه اسمها ملغي. خدت بالك من دي؟ كلها ارقام، صح يا صبره؟ حد بيتكلم صح؟ وده تكست في النص. بالظبط، هنروح جايين هنا ونروح نازلين خالص كده، ونروح نازلين كلمه ملغي دي ونشيلها وندوس اوكي. فكده احنا شلنا كلمه ملغي. خدت بالكم في حاجات اتلغت؟ كل دي يا جماعه اللي بيحصل فيها الخطوات بتاعتنا. تمام؟ وبعد كده احنا هنيجي نمشي هنا كده. بصوا رقم الطلب، المنتج، سعر البيع، سعر التكلفه. فاحنا دلوقتي عايزين نطلع الهامش الربح، فهنجيب سعر البيع ناقص التكلفه، صح ولا غلط؟ صح كده ولا ايه؟ تمام اهو، ونروح دايسين كنترول ونعلم عليهم كده، يعني نعلم على سعر البيع ونعلم على كنترول تكلفه، وهنروح على كلمه ترانسفورم. وفي حاجه اسمها ستاندرد هنا اللي هي ثانية هوريكم اهي ستاندرد، ونعمل حاجة اسمها سبستراكت. سبستراكت دي انا يا جماعة يعني طرح راح طرح لي اللي هو سعر البيع ناقص التكلفة، 250 ناقص 208 او 249 ناقص 208 اهو ثانية، 2249 ناقص 208 يساوي 41. كده احنا تمام. السبستراكشن دي او سبتراكشن دي اللي هو هنروح دايسين عليها كده دبل كليك ونكتب هامش، او نكتب الربح على طول. انتوا خدتوا بالكم ولا يا شباب؟ انتوا معايا؟ انتوا كويسين؟ تمام معاك. الحمد لله. وهندوس كده. نعم؟ في حد بيتكلم؟ طب تمام. بصوا وهناخد الربح دي كده نحطها جنب التكلفه اهي.
يبقى بقت ايه؟ يبقى سعر البيع التكلفه الربح. خدت بالكوا دي؟ بصوا كده وانا واقف كده لقيت ان الزبون ورقم التليفون ورقم الفاتوره. خدت بالكوا الزبون ورقم الفاتوره؟ حد خد باله من اللقطه دي؟ بس مش عارف دي ايه دي. ايوه لازقين في بعض، فاحنا عايزين نفصلهم صح ولا غلط؟ تمام. هنروح دايسين عليهم كده، دوس على العمود ده كده، وفي حاجه في الاد كولوم اسمها سب اكستراكت. اكستراكت هنقول له اكستراكت، بس ايه بقى اللي هو بالديليمتر. احنا عايزين نعمل اكستراكت في باللينث، في بالفيرست كاركتر، في بالرينج، في بالديليمتر. دي يا جماعه عارفين يعني ايه ديليمتر ولا لا؟ اللي هي زي كده علامات التنصيص. بالظبط. خدت بالكم هنا علامه التنصيص اهي اللي هي علامه الشرطه او الداش دي. فاحنا نيجي هنا هنقول له رينج بتوين ديليمتر. لا انا اقول له لا استنى، اقول له مثلا اعمل لي افتر ديليمتر. نعم افتر ديليمتر. لا ثانيه لحظه يا جماعه، ثانيه اقول لكم انا دلوقتي اكستراكت. ما هي هي برضو الاكستراكت، انا بس عايز اظبطها ظبطه حلوه كده خليها كده. يبقى اكستراكت اللي هو بتوين ديليمتر. طب استنى استنى خليها كان ديليمتر. تكست افتر ديليمتر. ديليمتر ده وين ديليمتر ده، ندوس اوكي كده ونشوف. بصوا لو تلاحظوا ان هو نقل، بس فين اسم ال اسم الزبون رقم الفاتوره؟ اسم الزبون شاله، فهنروح راجعينها تاني. احنا دلوقتي يبقى عايزين افتر ديليمتر اهو. يبقى افتر ديليمتر الديليمتر اللي هو ده، وندوس اوكي كده. شال لي البتاع وحط لي فين برضو رقم الفاتوره؟ في الاول خالص. لا رقم الفاتوره دي مش اول خالص. ده يا جماعه الفرق ما بين الديليمتر اللي انت بتبقى قاعد بتقعد تجرب حته الديليمتر. الديليمتر دي اللي هي الشرط، ده البيفور ديليمتر، افتر ديليمتر، بتوين ديليمتر اهو داش، وندوس اوكي. دي لازم برضو تبقى بالديليمتر. لحظه انا كنت بعملها هنا على طول، انا لسه حتى بضرب تقريبا الدكتور سبليت كولوم سبليت. معلش سبليت تناسب. يبقى سبليت بالدي بالكاستم، او نقول له مثلا بالدي بالحته دي كده اللي هي الداش دي، وندوس اوكي كده. فصل لي الزبون ورقم الفاتوره، فنشيل دي ندوس عليها دبل كليك، ونروح عاملين كده نشيل دي كده ونخليها برقم الفاتوره كده. الحته دي معلش حاضر هعملها لك تاني، استنى اهي نشيلها ونرجع دي تاني كده. معلش هي بس كانت اهي، نعمل دي كمان كده ودي كمان كده. بالظبط. بصوا يا شباب دلوقتي احنا لقينا ان الزبون ورقم الفاتوره الاثنين لازقين في بعض، فانت بتيجي تدوس على العمود ده كده كله، وبعد كده تيجي عند حته سبليت في كلمه ترانسفورم، هتلاقي فيه كلمه سبليت، وتقول له ممكن بس تشير حركه الماوس معاك على الشاشه. انا متاسف. طب استنى لحظه هدوس ستوب شير واشيرها بالماوس اهي كده. انتوا شايفين كده شايفين حركه الماوس صح؟ معلش يا باشمهندس كده ستيب باي ستيب كده من الاول. حاضر حاضر حاضر. انتوا كده شايفين حركه الماوس صح كده؟ تمام. هو انت كنت تسالني على حته ال 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 لغه الام صح كده؟ لغه الار. ايوه ما لغه الام هي لو انت كنت تسالني عليها، يعني دي لغه الام دي كده، ده كده ام اهي. تمام. فهنيجي الاول اهي، عايزين دلوقتي نفصل العمود بتاع الزبون ورقم الفاتوره، ما بينهم ديليمتر او اللي هو داش علامه داش، فعايزين نفصلهم عن بعض. هنعمل ايه؟ هنروح دايسين على العمود اهو كده. وضحت تمام كده؟ الو تمام. وهنيجي هنا كده عند كلمه ترانسفورم، هنلاقي في حاجه اسمها سبليت. تمام. انا ماشي واحده واحده بالظبط. تمام كده يا شباب؟ تمام. وهنروح دايسين على كلمه سبليت، ويقول لي انت عايز تسبليت ايه؟ اقول له باي ديليمتر اللي هو ايه الداش اللي في النص ده، دوس ديليمتر اهو.
فبيقول لي انت عايز بالكولوم، والكولون دي اللي هي ايه؟ كولون دي اللي هي ايه؟ اللي هي السيمي كولون، والكولون اللي هي عامله زي الابوستروف كده، والكوما والايكوال ساين وما اعرفش ايه وسيمي كولون. لا انا بقول له انا عايز حط لي الديليمتر ده، الداش ده، مش ده الداش اللي في وسطهم اهو ولا لا يا شباب؟ مظبوط. تمام، وادوس اوكي. بص ايه اللي هيحصل. اول ما ادوس اوكي فصل لي الزبون ورقم الفاتوره، وفصل لي الزبون ورقم الفاتوره، بقى هنا اسم الزبون وهنا الفاتوره. كده وضحت كويس جدا. ماشي تمام جدا. هنكتب هنا الفاتوره وهنا الزبون. الربح اتشال على فكره يا استاذ محمد. نعم الربحيه اتشالت. ربحيتي اللي هو سعر البالانس. الربح اهو، الربح اهو. طيب اوكي ماشي. هنقله هنا كده جنب التكلفه اهو كده. تمام كده وضحت. يبقى ده الزبون. وفين رقم الفاتوره والفاتوره اهي. ليه على طول؟ يبقى الزبون ورقم الفاتوره. تمام. طب في حاجه نقدر نعدل فيها تاني؟ ثانيه كده، تعالوا نبص كده. رقم المنتج، سعر البيع، التكلفه، الربح، مندوب المبيعات، فاتوره، تاريخ الطلب وتاريخ التسليم. يبقى ممكن نخلي تاريخ الطلب وتاريخ التسليم دي ممكن نخليها ايه؟ فترة التسليم. ما هو الفترة بتاعة تاريخ الطلب وتاريخ التسليم يبقى دي الفترة بتاعة التسليم، صح ولا غلط؟ يعني اتطلبت امتى؟ ما بين التاريخين. تمام. اتطلبت امتى واتسلمت امتى، صح كده؟ يبقى هنعمل ايه؟ هندوس كده، هندوس على اول عمود وندوس كنترول وندوس على العمود الثاني. تمام كده يا شباب؟ وهنروح جاي هنا في الديت سبستراكت او سبتراكت دي، زي سبتراكت دايز اللي هي الفروقات، صح ولا غلط؟ تمام. اهي اتنقلت اهي. ايه الجمال ده؟ فاهمني؟ اللي هي تاريخ الطلب بس دي اتنقلت. يبقى لا، يبقى انا اقف العكس بقى، يبقى اقف الاول على الكبير من الصغير. اقف الاول على التسليم وبعد كده ادوس كنترول واقف على تاريخ الطلب وادوس على ديت واقول له سبتراكت دايز. جاب لي الايام اهي. يبقى دي كده اسمها ايه؟ فتره التسليم. فتره مده التسليم، التسليم او وقت التسليم ايا كان هو ايه. تمام كده يا شباب؟ تمام يا دكتور. بس في حاجه. اتفضل. هو ممكن نضيف عمود تاني مثلا الرقم القومي بتاع العميل، يعني او رقم التليفون مثلا. عايزين نتاكد مثلا التسليم 14 رقم ولا لا؟ انهي رقم قومي؟ معلش فين ده؟ اعتبر ان في داتا مثلا رقم قومي. لا بص بقى، بص ما انت كده بقى بتعدل جوه جوه لغه الام. انا مش بعدل فيها، انا بوريك بس الاساسيات، ممكن بره تعملها. انت فاهم قصدي؟ لو ضفناها اصلا في شيت اكسل اللي احنا عملناه الاكسبورت اصلا. مش سامعك. ممكن نعدل في الشيت الاساسي اللي هو عملنا له اكسبورت. طب استنى بقى، ده انا جاي فجأة اهو، اصبر بس شويه. تمام كده؟ انت معايا كده كمان؟ الو معاك يا دكتور. تمام معايا يا دكتور، مع حضرتك. تمام. وممكن مثلا ايه في حته الديت دي ممكن تقعد مثلا على تاريخ الطلب مثلا وتروح عامله مثلا المانث اللي هو تخلي مثلا باسم الشهر، اللي هو مثلا يجيب لك اسم الشهر على طول، شهر 2 اهو لو تلاحظوا ان ده شهر 2، وهكذا. يعني انت ممكن تقدر تعمله باكتر من شكل. فانا همسح الحته بتاعه المنص دي كده. فبصوا، بصوا احنا عملنا كام خطوه؟ خطوات كتير. جه بقى وقت ايه؟ ها مين اللي جاي؟ مين اللي فاهم الحته اللي جايه دي؟ اللود، ان احنا نعمل لود. سامعين ولا لا؟ سامعين. اللود دي اللي هي ايه بقى؟ ان احنا نستخرج الداتا دي كلها وننقلها بره بقى. فبص بقى في اللود هوم دي كده، ونروح دايسين على كلوز اند لود. في بقى اكتر من لود، لا اما انت عايزهم كتيبل، لا اما عايزها كبيفوت تيبل، لا اما عايزها بيفوت تشارت، لا اما تخليها زي ما هي كده اونلي كرييت كونكشن، يعني تخليها وتسيبها. انتوا تتوقعوا يا جماعه؟ ها انا هخليها كتيبل وادوس هنا كده وادوس اوكي. بص ايه اللي هيحصل. بصوا، جاب كل الداتا اللي احنا كنا عايزينها
بالشكل اللي احنا عايزينه. ثواني كده نوسع دي كده شويه ونخلي الكلام ده كده في النص شويه بالظبط. لما نيجي نقف عند التواريخ هتلاقي يناير وفبراير ومارس زي ما احنا حسبنا، صح ولا غلط شباب؟ مش احنا كنا جايبين يناير وفبراير ومارس وفتره التسليم اهي. الو تمام تمام حضرتك. افتحوا بقى كده المايكات كده واسمعوا اللي جاي ده بقى. طب انا كده خلصنا الكيوري كده؟ نعم هو انا كده خلصنا الكيوري يعني قربنا. اه احنا كده هندلنا كل الداتا عشان كده ننزلها لنا بقى ايه جاهزه بعد الهندل. بالظبط جدع. طب دلوقتي هو استخدامه معلش يا استاذ محمد ان هو بيهندل الحاجه. الكويري بيستخدم لداتا كبيره، دي داتا كبيره. لو تلاحظ احنا كنا بنستخدمين داتا كبيره استخدمنا 3 شهور ورا بعض. بص كده الداتا قد ايه. الداتا دي حوالي 387 رقم، ده عبيط، لكن لما تكون بال 10,000 وبال 20,000 هيبقى الرقم ده كبير. فاهم قصدي ولا لا؟ تمام. تعالى بقى نعمل لقطه حلوه. مش احنا كده استخدمنا شهر قصدي 1 و2 و3 صح؟ مظبوط صح. طب انا دلوقتي هاجي اخد هنا من شهر 2 ده كده اخد مثلا وليكن شهر يونيو. ركزوا في اللي انا قلته، شايفين انا بعمل ايه صح؟ تمام. هاخده كده كوبي وهروح نقله في شهر كيو 1. يبقى كيو 1 ما بقاش الثلاثه دولت، بقى معاهم شهر 6 باربعة. كل اللي علينا اللي احنا هنعمله، كل اللي احنا هنعمله اندوس كليك يمين هنا كده ونعمل ريفرش. شهر 4 شهر 6 جه اهو. ده اوتوماتيك كده يا دكتور، هو عمل عليه المعادلات وعمل عليه كل التعديلات ونزله جاهز. ايه رايكم؟ ده كده ممتاز. جميله بجد. ده انا بص بقول لكم على حاجه، يعني انا هاخد مثلا ممكن كمان كده اهو كيو 2 ده اخد كده ابريل ومايو اهو كمان. وناخده كوبي ونحطهم في كيو 1 صح ولا غلط؟ الو تمام يا دكتور. تمام بالظبط كده بيست. فكده احنا بقى عندنا كام؟ 6 شهور. 6 شهور. نيجي هنا كده كليك يمين ريفرش. نيجي كده في تاريخ الطلب بقى 6 شهور اهو. وخدوا بالكم 6 شهور معمولين باللي احنا عاملينه بالتعديلات اللي احنا عاملينها. فتره التسليم نفس الفورمات والمندوب والمبيعات والفاتوره والزبون. فاهمين؟ ممتاز الصراحه بجد ممتاز. ايه رايكم؟ ممتاز. بس في عندي حاجه يا دكتور. نعم. بص الله ينور الله ينور على سعادتك. انا عندي نفس الموضوع ده، انا بنزل شويه داتا من على الاي ار بي سيستم اللي هو الساب بنسبه الايه الاستلامات بتاعه الخامات اللي عندي كلها. تمام. طبعا هي اسطمبه متحدده. الله. بس بيبقى في ساعات المخازن بتستلم حاجات على بي اوهات غلط، فبيبقى محطوط على حاجه اسمها حركه 101 و102، دي سالب ودي موجب، فانا ببقى محتاج اشيل السالب اللي هو اتدخلت غلط واخلي الموجب اللي هي ايه واطير قصادها واحده موجب زيها. يعني مثلا دخل العربيه مثلا 50 طن على مورد فلاني ونزلها بالغلط، فانا بعدلها وبنفس البيانات على حاجه ثانيه، فعايز اشيل الاثنين دول قصاد بعض وتبقى الداتا متفلتره. فهل ينفع في الكويري يعمل النظام ده ولا صعب؟ ايوه ما ينفع في الكويري. بصوا يا جماعه صح، الكويري ينفع تعمل فيه اللقطه دي. بص لما تيجي ندوس دبل كليك هنا دي على دي كده، بص الكويري هو مين اللي كان بيتكلم؟ معلش انا اسمك ايه عشان مش عارف اقراه. محمد صابر. عشان يا عم ما تتكلم يا عم صابر، ما تعالي استكشف. بص معلش يا دكتور معاك. بص هنا انت ممكن تيجي تقف هنا مثلا بالسالب والموجب، واللي هيفيدك قوي 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 الحته بتاعت الستاندرد دي. الحته دي ممكن تفيدك هي والترانسفورم دي اللي هي اللي هي الستاندرد دي. او انت ممكن سيبك من اي حاجه خالص، انت ممكن تعمل لقطه بتاعت ان انت تطلعهم هنا. بص يا صابر انت تعمل فولدر وتجمع فيه كل الحاجه اللي انت بتسحبها من على الساب الاي ار بي ده. تمام. لو انت وصلت المرحله دي صدقني انا متاكد انك تعرف تعملها باسهل طريقه. انا محتاجها اصلا يا دكتور الله ينور على سعادتك، انا اصلا بعملها كل شهر بس بعملها بشكل مانوال. شفت بقى بشكل معادلات يا جماعه والله صدقوني والله دي بقى لا ده دي
دي هتفيدك كتير قوي يا صابر، هتفيدك كتير قوي 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 جدا جدا يا شباب افهموني. الله ينور على صحتك يا دكتور حبيبي، انتوا دخلتوا في مرحله حلوه جدا والله ما بهزر. مصعب انت معايا؟ مصعب اوعى، مصعب معاك هندسه، اوعى تكون وقعت. لا معاك معاك. بصوا يا شباب اسمعوني، اللقطه اللي انتوا بتشوفوها دي واللقطه اللي جايه دي اشد واشد بقى، اللقطه اللي جايه دي هتخليكم تشدوا في شعركم. اللي انا بقول لكم على تفاصيل دي تحليل بيانات، ده واحد محلل بيانات، دي يا جماعه اسمها داتا موديل اللي انتوا بتعملوا. بصوا يا شباب الشكل اللي انتوا شايفينه ده كده اللي هي التعديلات اللي انتوا عملتوها دي، دي اسمها داتا موديل. يعني انتوا بتعملوا حاجه اسمها نمذجه البيانات، انتوا بتظبطوا شكل البيانات عشان لما تطلع لكم في اللود تطلع لكم بشكل مناسب. فاهمين قصدي ايه؟ وتقدروا هنا اللي انا فاكر ان انا فاكره هنا، يعني انا مش يعني ايه، في الكويري دي في حاجه اسمها في الكويري ثواني بس افتكر لكم الحته دي عشان انا بصراحه ده انا اوريكم حته حركه برضو جميله قوي كنت انا بعملها، بس الصراحه يعني هي دي مش من ضمن ال لا مش دي برضو، هي دي مش ضمن الدرس اللي انا بشر يعني مش ضمن الحاجه اللي انا كنت جاي اعملها لكم. بس في الكويري كنت انا بعمل لقطه هنا، لا مش عارف اعملها، بعملها لما بتكون بيفت تيبل، لا مش عارف اعملها هنا، هبقى اوريها لكم ان شاء الله ان شاء الله في طريقه تانية. ان هو بيعمل ايوه اهي اهي. بصوا يا شباب صابر انت معايا صح؟ صابر شباب اوعى انتوا سامعيني طيب ولا النت قطع ولا انا ايه؟ معاك يا دكتور سامعك. بصوا يا شباب ان انت ممكن تعمل ريفرش، معاك يا دكتور، انت ممكن تعمله ريفرش للكويري كل 60 دقيقه او كل 5 دقائق، معاك مركزين، او كل اي حاجه. فاهمين قصدي ايه؟ يعني ممكن تعملوا ريفرش لكل حاجة. فاهمين قصدي ولا لا؟ يعني بدل ما انتوا تدوسوا كليك يمين ريفرش هو بيعمل ريفرش اوتوماتيك كل دقيقة او كل 5 دقايق. فاهمين؟ بس معلش يا دكتور جت منين؟ معلش يا دكتور اهي بتدوس على دي كده فبتلاقي حاجة اسمها كويري، في حاجة اسمها بروبرتيز اهي. تمام اهي تمام. بس انا نصيحة نصيحة خلي الريفرش كل فترة، ما تخليهوش كل يعني 10 دقايق كل او سيبك من دي، سيبك ما تخليهاش. ممكن مثلا تعمله ريفرش وين داتا اوبننج، لما تفتح الشيت يعمل ريفرش اوتوماتيك. فاهم قصدي؟ فاهمين قصدي يا شباب؟ دي احسن دي. لما يعني تقفل الجهاز عادي، لما تيجي تفتح بقى الشيت يعمل ريفرش اوتوماتيك. فاهمين يا شباب؟ ده الافضل صح. انا بحبكم، انا بحبكم جدا. طب كده يا شباب كده تمام كده وصلت اهي صح كده. في بقى حاجه كده حلوه جدا في الـ في الـ في الـ في الـ في الباور كويري ده اسمها ميرج. ميرج اوكي ميرج. بصوا يا شباب بصوا في اللي انا هقوله لكم اللي جاي ده، عشان الميرج دي انا ما هقولها لكم ازاي. فاكرين الفي لوك اب؟ تمام. الو فاكرين الفي لوك اب؟ انا هعمل بقى دونت سيف، يعني انا هشيل بقى الداتا دي خالص، خلاص انا هشيل دونت سيف ونرجع بقى كله زي ما كان. هو كان في يناير ومايو، يناير وفبراير ومارس، ونحط نشيل ده كده. الفي لوك اب كانت عباره عن ايه يا شباب؟ كانت عباره ان انت بتدور عن حاجه في حاجه صح؟ مظبوط. عن 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 شويه داتا بس بتدور عليهم في جدول كبير. جالك الباور كويري يقدر يعمل لك اللقطه دي. الباور كويري عشان نجيبه هنجيبه منين؟ من داتا فروم جيت فروم فايل، وبعد كده بقى نقول له بقى ايه احنا عايزينها بقى من اكسل شيت. هنقول له اهو اكسل شيت ده بقى نجيبه منين بقى؟ اقول لكم بقى على تفصيله عشان لقيتها تنفع في الباور بيفوت وتنفع في الباور كويري. استنوا لحظه هنيجي هنا في رساله باور بيفوت ونختار الاوردر. احنا اول حاجه اخترنا فايل واحد اسمه اوردر. تمام كده يا شباب؟ السلام عليكم. السلام. ايوه انتوا سامعيني ولا لا؟ انتوا بتردوا في سركم؟ حضرتك عايز تعمل ريليشن شيب بين تو شيت بدلاله كولوم وعاير؟ ايوه جدع. بص بقى هنعمل اللود ده، هنعمله لود عادي. تمام هنعمل لود عادي كده. احنا خلصنا اللقطه دي، هو بس بيحمل عشان الداتا دي كبيره شويه. اهو بص بقى صبره. نعم. الشيت ده تقيل، شيت الاوردرات ده تقيل، ده مش صغير يا صبره.
بص كام؟ 1900 وشوية مش 300، فاهم قصدي؟ الشيت ده ضخم. انت معايا ولا ايه؟ اه مع حضرتك اهو. استنى بس نفتح بس كده. ده كده شيت الاوردر بس، الاوردر اهو. فهنعمل هنا نيو سورس ونعمل فايل واكسل ورك بوك. يعني بجيب نيو سورس يا جماعه، فاهمين؟ بجيب سورس جديد، فايل اكسل ورك بوك، وهنختار ريتيرن. ركزوا بقى في اللقطه اللي جايه دي، والريتيرن دي نخليها برضو اوكي. فبقى ده الاوردر وده الريتيرن. وصل كده يا شباب؟ ها الو، معلش ممكن حضرتك تعيد تاني؟ معلش يا دكتور، هو الاعمده برضه نفس اشرحها تاني، كولوم برضه بتاعت الاوردر. طب استنوا نمسح خالص اهو، استنوا نمسح كده خالص، نمسح ده كده خالص، همسح لكم ده كده خالص اهو، وهمسح ده كمان، انا هقفل خالص اهو، وده كمان نفسه اهو. انا هفتح اكسل شيت من اول وجديد كده. وصلت؟ تمام. هنعمل داتا، وهنجيب بقى نعمل امبورت، نعمل اكستراكت. تمام، امبورت اهو فروم فايل اكسل ورك بوك. تمام كده يا شباب؟ تمام. هيقول لي انت عايز تعمل ايه؟ اقول له انا عايز اجيب الاوردر. لو فصلنا يا جماعه خشوا على الزوم، لو فصلنا خشوا على زوم اهو. هنقول له من الاوردر اهي، احنا كده جبنا الاوردر اهي. انتوا معايا صح؟ معايا. ماشي. بور كويري عشان تقيل شويه، فبيخليني اشرب شاي، اشرب ميه. الحمد لله. اهو دوس اوكي ونعمل ترانسفورم داتا. اهو لسه اهو. كده احنا داخلين على ايه؟ على صفحه الباور كويري. كده وضحت كده يا شباب؟ تمام. بعد كده هنيجي ده كده. تمام. هنروح. طب انا عايز بس الناس كلها سامعه، انتوا سامعيني ولا يعني الباقي يعني ايه؟ صابر، صبره، خليل، مصعب، انت سامعني طبعا. رنا. تمام. رنا انت سامعني صح؟ يا رنا. طب تمام، انا هبتدي اهو. هنروح عاملين نيو سورس تاني اهو. ماشي. هنعمل نيو سورس. وهنيجي عند فايل اكسل ورك بوك، وهنختار ريتيرن. ريتيرن اوكي. صبرا انت معايا؟ صبرا. انتوا يعني انتوا، انا قافل مايك ولا ايه؟ مش فاهم. يا نهار ابيض، انا متاسف. ولا يهمك يا دكتور. معلش يا دكتور، كان عندي سؤال صغير. هو الاوردرز نفس الديزاين بتاع الريتيرن الشيت؟ لا. ما ده اللي انا عايز اعرفه بقى. بالظبط. استنى بقى، ده اللي جاي احسن بقى. استنى بقى، بص بقى صبرا بقى اللقطه اللي جايه دي. الاوردرات دي كبيره والريتيرن ده كبير. على فكره الداتا دي كبيره، على فكره الداتا دي مش صغيره. فهنروح بقى قايلين بقى ايه بقى؟ بص بقى نقول له ايه؟ نقف عند الريتيرن الاول، ونروح رايحين على ميرج اهي في الهوم، في ميرج. تمام؟ ونروح قايلين له بقى ايه بقى؟ اتفرج بقى. بيقول لك انت عايز تمرج بمين؟ انت عايز تعمل ميرج او دمج بمين؟ هقول له بص انا عايز اعمل له دمج بالاوردر. فيقول له انت عايز تدمج ايه عن ايه؟ خليل انت معايا؟ انا مع حضرتك. هو انا عايز حضرتك عايز تعمل ريليشن شيب ما بين التو شيت بالظبط بدلاله الاوردر اي دي. ركز بقى. رنا انت معايا؟ رنا صح؟ انا كده تمام. خليكي معايا بقى. هنختار اول حاجه الاوردر اي دي، وهنبص هنا هل في حاجه اسمها هنا اوردر اي دي. اوردر اي دي اهي. بس بصوا بقى على اللقطه اللي جايه، اللقطه اللي جايه حلوه قوي. بيقول لك بقى انت عايز ايه بقى منهم؟
حد اشتغل سيكوال قبل كده يا جماعه؟ حد اشتغل بسيكوال اس كيو ال؟ لا. بصوا يا شباب، في حاجه في الاس كيو ال اسمها جوينز. انتوا شايفين اللي انا بقوله ده ولا لا؟ شايفين اللي انا بعمله ده قدامكم؟ اه تمام. اه شايفينه في. الله اكبر الله اكبر. طب ممكن لحظه بس الاذان، بس الاذان معلش انا هوقف تمام. بس هعمل ميوت، مش هعمل حاجه بس عشان الاذان بس بعد اذنكم يعني. تمام اتفضل. ونعمل نفتح يلا بينا بقى نعمل شير. بصوا يا شباب، حد في الاس كيو ال سامعيني كده؟ انتوا شايفين اللي انا بعمله ده دلوقتي؟ تمام الشير والصوت كده كمان كده. مصعب، بص يا شباب، الناس اللي درست برمجه او اللي بتدرس برمجه، واحد زي مصعب مثلا، بص يا مصعب هنا في ال معاك هندسه. نعم معاك معاك. بص هنا كده بيقول لك الليفت جوين، الرايت جوين، الانر جوين، الفول جوين. الليفت جوين بيقول لك خد اللي هنا بس خد، قصدي الجدول ده كله بس، خد المشترك اللي ما بينه وما بين الجدول اليمين، يعني خد الشمال كله، خد الجدول كله اللي مشترك مع الجدول الثاني واللي مش مشترك بالظبط، والعكس برضو في رايت. والانر جوين ده اللي هو ده، هات المشترك بس ما بينهم، والفول جوين هاتهم الاثنين. تمام. اه اللي هو كان واحنا صغيرين اللي هو التقاطع والاتحاد. بالظبط. ايه تقاطع بي او الف تقاطع بي واليونايت والاتحاد والاحصاء، ده احصاء يا جماعه. اه هو ده، دي اللي اسمها statistics. حد كان بيسالني برضو في الاستاتستكس قبل كده، اهي دي احصاء. فهنيجي هنا نبص كده في الـ هنا بيقول لي بقى انت عايز بقى ايه. ليفت اوتر جوين، ليفت اور يعني اول فروم فيرست ماتشنج فروم سكند، يعني المطابق اللي هو اللي في الشمال كله مع المطابق من اليمين كله. حد فاهم حاجه ولا سلام عليكم ولا؟ لا بالراحه كده يا دكتور. اه سلام عليكم. انا زي ما توقعت. بص يا شباب، الليفت اوتر ده بيقول لك ايه، خد كل اللي في الشمال، كل اللي في الفيرست اللي هو العمود ده، العمود بتاع الريتيرن هياخده كله ومعاه الماتشنج من العمود الثاني من الجدول اللي هو الاوردر. يعني هناخد العمود بتاع الريتيرن معاه ما يطابق من العمود الاول من عمود الاوردر والرايت اول. بصوا من الاخر انا هوريكم دلوقتي ايه الحل عشان هنفهمها بعدين يعني. الانر ده بص، لما نيجي نختار الانر، بص ده الانر، بص انا هدوس اوكي، جاب لي المطابق اللي ما بينهم بس. خدت بالكم ولا لا؟ يعني الشويه اللي في الريترن يطابقهم ايه في الاوردر، كاننا عملنا في لوك اب بالظبط. شايفين ولا ايه؟ اه شايفين يا دكتور. طب تمام، تعال نرجع تاني. جزء الريترن بيطابقوا ايه في الاوردر؟ اهو. طب ثواني نعملها تاني. ميرج اهي، ميرج ده جدول الريترن. تمام تمام. هنختار الاوردر وهنقول له الانر. الانر ده اللي هو من الاخر اللي بيشتبهوا ببعض. تمام. ايه اللي هنا في الـ في الـ في جدول الاوردر؟ وندوس اوكي. مش عايز اجيب اوكي ليه؟ عشان الاوردر اي دي. الاوردر ماله؟ ما اخترناش دي، ما اخترناش اللي هي ريتيرن مع الاوردر اي دي. اي وندوس اوكي. فكده جاب لي اللي موجود في الريتيرن مع اللي موجود في الاوردر. طب المشترك ما بين الاثنين، مشترك ما بين الاثنين. طب تعالى نرجع تاني ونجيب حاجه تانية، ميرج ونجيب الاوردر ونختار ده مع ده ونقول له بقى ايه بقى، هات لي الليفت اوتر مع الماتش. هوريكم دلوقتي اللي حصل. بصوا ايه اللي حصل، استنوا هوريكم. ده كل داتا اكتر من الاولانيه. لا استنى هوريك دلوقتي. بص الداتا دي كلها نل، مش موجوده. اه هو جاب جدول الريترن كله وحط قدامه المشابه ليه في جدول الاوردر. خدت بالكم ولا لا؟ اه تمام كده. وضحت ولا لا يا شباب؟ تمام فهمت. ايوه ماشي يا رحمه، بس الفكره الباقي بقى كله مش تمام يا جماعه. انتوا معايا ولا ايه؟ انا تمام. اوكي انا برد على نفسي بس. يعني الجزء الاولاني ده زي اللي كنا جايبينه من شويه،
الجزء اللي فوق اللي فيه كل البيانات. أني جزء فوق؟ اللي هو الجزء اللي فيه كل البيانات اللي هو في عمود الاوردرز نفسه اللي احنا كنا جايبينه من شويه في ال. تعال نعملها تاني يا صبر، تعال نعملها تاني. تمام. ميرج اهي، ميرج ونختار الاوردر، وهنختار الاوردر اهو اي دي ومعاه الاوردر ده. فهو بيقول لي بقى انت تحتاج ايه من دولك كلهم. عارف الفول اوتر دي يعني ايه؟ الفول اوتر دي يعني هات لي الجدولين تحت بعض، فاهم قصدي؟ وهات لي السلام عليكم يعني اللي هو ايه اللي بيطبقهم. حوار، حوار كبير. الاينر، بص من الاخر، من الاخر هات لي الاينر احسن. الاينر ده اللي هو ابن ناس، كل ما هو مطابق فقط لا غير. اه هو اهو، بص ابن ناس والله، والله محترمه اللي هم الشويه الصغننين دول كده. تمام كده يا شباب؟ ما انا قصدي بقى يا دكتور اللي انت كنت جايبها بعد كده اللي هي بتاعت ليفت اوتر، او جاب لنا بقى الجزء بتاع الانر ده وتحت منه النل. بالظبط بالظبط جدع. هو جاب جدول الريترن كله ومطابق له في الاوردر، ومطابق له في اوردر. يا نهار اسود يا نهار اسود، ده الشرح غبي قوي، الشرح معقد قوي يا جدعان. لا هي عايزه واحد، لا هي عايزه الواحد يجرب بايديه، والواحد هيعرف. بصوا هي من الاخر دي بص اهي اهي هي المناصب دي. ده الليفت جوين، الانر جوين، الرايت جوين، الفول جوين. هو والله هي يا جماعه. بصوا يا جماعه اسمعوني، انا بدرس سيكوال على فكره، العلم بس بالشيء، انا بدرس سيكوال وفي دبلومه ان شاء الله يعني هشرحها قريب. دبلومه حوالي 70 ساعه. عارفين يعني ايه 70 ساعه؟ يعني معاك، احنا معاك، ما تنسناش، احنا معاك يا دكتور فعلا يعني ان شاء الله. بص يا خليل، هو ايه سيكوال ولا سيكوال؟ بص انا مكمل معاك سيكوال، خلي بالك سيكوال ولا ماي سيكوال؟ مكمل مع حضرتك سيكوال، خلي بالك حبيبي. احنا نبقى معاك يا دكتور ان شاء الله سيكوال بره رساله او جواها يعني ايا يكن. مين اللي سالني ما بين الماي سيكوال والسيكوال؟ انا بسال الفرق بين السيكوال والماي سيكوال. انت عارف يا عطيه ان انا عامل فيديو عن الموضوع ده؟ لا ما اعرفش والله. اهو بص يا جماعه، الاس كيو ال دي اللغه، تمام كده؟ دي اللغه. الماي سيكوال ده البرنامج اللي بتشتغل عليه اللغه. ده اللي اسمه اس كيو ال اديتور او الاديتور عموما. الاس كيو ال دي اللغه اللي انت بتستدعي بيها البيانات. اما الماي سيكوال ده البرنامج اللي بتشتغل عليه اللغه. زي بصوا يا جماعه، اللي بيشغل لغه السيكوال ماي سيكوال، مايكروسوفت سيكوال سيرفر، بوستجر سيكوال، ايه تاني، اللهم صل على النبي، بس هم دولت يعتبر دولت من اشهر. وفي لا بس هم دولت بس. ماي سيكوال، سيكوال سيرفر، مايكروسوفت سيكوال سيرفر، بوستجر سيكوال، وفي حاجه تانية كان انا مش جاي على دماغي. بس من الاخر يعني يا جماعه، الاس كيو ال دي لغه بتستدعي بيها بيانات. دي لغه بتبقى ستراكشر داتا اسمها ار دي ام اس، اللي هي ريليشن داتا بيز داتا مانجمنت سيستم. احنا كل اللي احنا بنشرحه او كل اللي انا بشرحه، بصوا كل اللي انا بشرحه اللي هو الدي كيو ال. فين الدي كيو ال؟ انا عايز حاجه كده تبقى واضحه اكتر، خلينا في دولك كده. انا بشرح يا جماعه الدي كيو ال اللي هي الجزء ده، السيلكت ده. اوعى تتوقع ان السيلكت دي حاجه هبله، دي السيلكت دي مليانه بلاوي سودا. بس انا بس عايز اوريكم حاجه كده بسيطه. اس كيو ال شيت، ايوه اهو. بص الاس كيو ال حتى بيجيب لك الجوين اللي هي ما بين الداتا وبعضها. شيت يعني. بصوا يا جماعه اللي عايز يتعلم اس كيو ال، والله مش بهزر، لو فهمت الورقه دي انت كده عرفت السي اس كيو ال خلاص كده. في بقى قدامها ورقات كتير يعني، هتلاقي مثلا زي انتوا معايا صح؟ انتوا معايا؟ معاك دكتور. معاك الجوينز دي. بصوا يا جماعه الجوينز دي اللي هي عامله زي الفي لوك اب عندنا، اللي احنا لسه عاملينها دلوقتي. الجوين اهي، الانر جوين والليفت جوين، وعندكم اللايك. بصوا انا من الاخر انا بشرح السيلكت وفروم وير وجروب باي وهافنج واوردر، وبشرح لايك واند واور، يعني بشرح شويه حاجات في الاس كيو ال فعلا مفيده. بصوا يا جماعه الدبلومه اللي داخله بقى اللي انا هشرحها ان شاء الله قريب دي اس كيو ال. بص اكسل، جوجل شيت،
اس كيو ال باور بي اي لوكر. حد يعرف لوكر؟ حد عارف يعني ايه جوجل داتا ستوديو؟ تعال. لا ما سمعتش انا. دي جميله. استنى استنى. لوكر اسمها لوكر. خدوا نبذه كده عنها عشان ربنا يكرمكم ان شاء الله وتعلموا الموضوع ده حلو قوي. انا هبعت لكم اللينك ده دلوقتي حالا اهو، كله يفتحوا كده من عليكم على الواتساب. الموضوع هيفرق معاكم قوي. استنوا كده لحظه. افتحوا اللينك ده دلوقتي على دكتور. نعم يا مصعب. برايفسي في داهيه بقول لك. نعم لا برايفسي. انا للاسف برايفسي بتاعي. للاسف انا مفضوح. معلش. بصوا يا شباب، ده اسمه لوكر. اللينك اللي هبعته لكم ده لينك تقدروا تفتحوه دلوقتي. اللينك ده دي حاجه داتا لايف. يعني تيجي مثلا تختار مثلا تشانل، تجيب مثلا الاونلاين، مثلا يجيب لك حاجه الاونلاين، يعني يقعد يغير لك في الاونلاين اهو. تيجي مثلا تغير مثلا الستورز، يجيب لك الستورز. انتوا شايفين صح اللي انا بعمله ولا لا؟ تمام. مش انتوا عملتوا الداشبورد على الاكسل؟ على الاكسل ده بقى داشبورد لايف بقى. يعني انا بعت لكم اللينك على الواتساب، تقدروا دلوقتي تفتحوه وتختاروا مثلا الفروع اهي، مثلا عمر افندي، مثلا كارفور، ويجيب لك الفروع بتاعت عمر افندي عملوا ايه، البيع بتاعه على كارفور، البيع بتاعه. نعم فكره السي ار ام ده نفس فكره السي ار ام. شفت يا عم عطيه، انا تحت امرك. وعلى فكره عطيه، صح كده؟ وعلى فكره ده ببلاش، لوكر ده ببلاش. بنستخدمه في ايه يا استاذ محمد؟ معلش اهو يا صبره، انت عايز ايه تاني يا جدع؟ في ايه يا جدع؟ احنا بنستخدمه في ايه؟ احنا بنستفاد منه ايه؟ تحيل بلات الفروع وتحيل ده سي ار ام. لحظه يا صبره، لحظه. دلوقتي ركز في اللي انا بقوله. دلوقتي انت عندك داتا كبيره جدا، هتروح مربطها على جوجل شيت، ومن جوجل شيت هتعمل لها كرييت لوكر. ده اللي هو لوكر ده اسمه لوكر اهو، على الداشبورد دي. وتقدر تعمل داشبورد تبعتها لمديرك وال 50,000 واحد تاني، كل واحد يقدر يخش يتفرج عليها لوحده. فاهم قصدي؟ الاكسل اللي انت عملته ده. نعم فهمت. علي صوتك شويه. فهمت تمام. فاهمني؟ يعني بنعرض عليه الداشبورد. ايوه هو يا جماعه افتحوا اللينك اللي انا بعته لكم على الواتساب، هتلاقيه فتح معاك. فتحناه والله. انتوا فاهمين قصدي ايه؟ ومفيش حد. بنعمله ازاي؟ نعمله ازاي يا دكتور بقى؟ لا ده حوار ده. لا ده انا بوريكم يا جماعه الفكره. بصوا اسمه لوكر. لوكر اهو. انت بتشوقنا يا دكتور وبعد كده بتخرجنا بالتشويق. يا ابني هو انا يا ابني ببيع لك بيعه؟ يا جماعه خش على اليوتيوب يا جماعه، والله هتلاقوا بلاوي سوداء والله، طلعت ناس احسن مني كتير. دي خاصه بالسيلز بس ولا ممكن اعملها اي حاجه؟ اي حاجه يا جماعه، اي حاجه. انا عاملها سيلز، وعاملها ايه تاني، وعامل الاهل. دي كانت حاجه كده، كانت سامبل داتا كده كنت عاملها، مجموعه الاهل جروب. مجموعه الاهل دي عبد الواحد، لو انت حضرتها انت، دي كنت عاملها اهي. الوكيل هو ايه؟ الاهرام مثلا، ومعاه مثلا اولاد عامر، يجيب لك ده. تاريخ الشحن، يجيب لك التواريخ. الواجهه مثلا، عايزين واجهه مصر مثلا، حاجات زي كده. فاهمين قصدي؟ وعملت قبل كده حاجه اسمها سيلز ترند. سيلز ترند دي برضو انا عاملها، هي برضو تختار مثلا هايبر 1 مثلا، يجيب لك حاجه هايبر 1 كلها. داون مول، داون تاون مول، يجيب لك حاجه داون، وهكذا. دي مش متغيرين. ده تبع الشهريه ولا يوميا؟ يعني ايه شهريه يا باشمهندس؟ يعني البيانات اللي بتطلع لنا ديت بتطلع بتاعه الشهر اللي فات ولا يوميا بتكون متحدثه؟ يا ستي هو الاوكر ده بيتحدث كل 15 دقيقه، يعني حطي عليه الداتا اللي انت عايزه تحطيها. فاهمه؟ تمام. وبرده يا جماعه، برده عشان برده تبقوا انتوا فاهمين، عشان برده نبقى عاملين في كمان، في حاجه اسمها بورتفايل انت ممكن تعمله كبيع ليك انت. انا عامله ليا انا، انت ممكن كمان تعمله ليك انت. اللي انا عامل بورتفايل ليا انا، اللي هو لو انت مثلا بتسوق لنفسك او بتبيع لنفسك، او مثلا بتروح لشركه ولا حاجه، بتحط لهم الحاجه بتاعتك، اللينكد ان بتاعي اهو، واليوتيوب بتاعي اهو، والحاجه بتاعتي اهي. ده بروفايل برضو اللي انا اكسل انستراكتور وباور بي اي وهكذا، وال اليوتيوب بتاعي اهو، و
اللينكد ان بتاعي اهو. فاهمين قصدي يا شباب؟ يعني قصدي ده زي بيهايند بتاع الجرافيك. نعم زي بيهايند سلو بتاع الجرافيك لما برفع عليه تصميمات بالظبط نفس بالزبط. الفكره بتاع بالظبط. ده اسمه ايه بقى؟ انهي واحد؟ لوكر. اسمه لوكر. لا لا لوكر ده بيشتغل على جوجل شيت بس ولا ممكن اكسل؟ بورتفوليو. بورتفوليو بتاع بورتفوليو. اسمه بورتفوليو. ثواني اسمه بورتفوليو. بورتفوليو اهو هبعته لكم دلوقتي اهو. انتوا تقدروا تكريتوا عليه حاجات وبرده ده ببلاش. تمام كده يا شباب؟ السلام عليكم. تمام يلا بقى نكمل. يلا نكمل. باشمهندس اتفضل. لوكرز بيشتغل على جوجل شيت بس ولا ممكن اكسل؟ يا لهوي ده بيشتغل على حاجات كتيره جدا. طب لو كده لازم يكون شيت الاكسل ده اونلاين بيه عشان يتحدث اول باول صح كده؟ انت ممكن تربط. هقول لك انا تعملها ازاي. ابى افكر ثواني. بص الداتا دي انا بربط. انا بصراحه مش هكذب عليكم انا رابط حاجات زي كده بسيكوال فهو بيلقط من السيكوال اوتوماتيك. فاهمين قصدي ايه؟ اما جوجل شيت لازم تحدد عليها على طول. تحدث عليها على طول بس صدقني بتفرق يا جماعه. صدقني انت لو بتعمل ريبورت كل شهر وشهر مره في الشهر بس رفعت عليه الداتا كلها يبقى الموضوع حلو جدا. صح ولا غلط؟ صح هيبقى شكلها حتى شيك. بدل ما تبعت كل شهر هي انت بتحدث البيانات وكل واحد بيخش على ال... على يا جماعة اللينك ويبص على صبر. صبرا ايه اخبارك؟ صح صبرا انت معايا ولا لا؟ اوعى يكون وقع. اوعى. لا معاك اوعى. ماشي صدقوني يا جماعه صدقوني والله والله انا حبيتكم لله لله والله فعلا باتش زي العسل. انا بحبكم جدا يعني بصوا والله انا مش بهزر فعلا فعلا انا حبيتكم لله لله. فاللي انتوا عايزينه باذن واحد احد هفيده لكم ان شاء الله المره دي. تمام يلا بينا يا شباب. يلا بينا. تمام احنا كده عملنا الميرج. احنا كده عملنا الميرج واكسباند. فكده ممكن نعمل بقى كلوز وكلوز تو. ممكن مثلا نعمله مثلا ايه بيفت تيبل. بصوا بقى البيفت تيبل اللي جاي لكم ده. البيفت تيبل ده شكله هيبقى غريب شويه. بصوا هو تقيل ابن لذينة تبقى تقيل. داتا تبقى كتيرة. بس على العموم يا استاذ محمد ال 21 تقيل. انا حاسس ان هو تقيل لما نزلته حاسس ان هو تقيل. والله ممكن على حسب. بصراحة مش هكذب عليك هي ممكن على حسب اجهزة. يعني ممكن في ناس بتستخدم الاجهزة اللي هي فيها الريندرنج دي اللي هي بتاعت الاجهزة الحديثة شوية او الاجهزة اللي هي بتبقى بتستحمل مثلا اللي هي زي الريندر اللي هي برامج الهندسية وال والفوتوشوب والحاجات التقيلة دي تلاقيه عادي بالنسبة لها. انا بصراحة عندي عادي بصراحة يعني مش تقيل قوي يعني. بس هو الى حد انا جهازي ثينك باد جيل الخامس بس كويس شغال كويس جدا والدنيا كمان يعني ما قالش لا. فاهم؟ يلا بينا. بصوا يا جماعة حد شاف المنظر ده في البيفت تيبل قبل كده؟ بصوا اول مرة البيفت تيبل لو كنتوا هتلاحظوا كان بيجي لنا بالمنظر ده. كان بيجي لكم بالمنظر ده كده كل الكولوم والرولز من عندنا. لكن المره دي جاي لكم بتو تيبل. ليه بقى؟ لان الاثنين مربوطين ببعض. بصوا الاوردر دي لما تيجي تحط مثلا وليكن الكاستمر نيم مثلا البرودكت نيم مثلا برودكت نيم تمام البرودكت لا برودكت نيم ايه الهبل ده مثلا الريجن مثلا لو تلاحظ الريجن اهي ممكن نشوف كام من الريجن اتعمل له ريتيرن 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 عايزين ريتيرن ستيتس اي او نحط اوتوماتيك ديتكت اي كرييت ونعمل تيبل من الريتيرن وريليتد تيبل بالاوردر ويد فورينر اوردر اي دي وده اوردر اي دي مانج ريليشن. ليه مش موجوده؟ ليه؟ لان احنا عاملين ريليشن من الاول. بصوا يا شباب لا هي ما ينفعش ان هي تتعمل كبيفت تيبل لان لا مش هينفع تتعمل كبيفت تيبل. هي بتتنقل كتيبل بس. ثانيه اهي نعمل دي ديليت اهي الميرج ريتيرن ده الريتيرن اهو ونروح عاملينه هنا كلوز تو
انتوا معايا صح ولا ايه؟ السلام عليكم ولا ايه؟ السلام عليكم. معاك يا دكتور. السلام عليكم. هو ده هو بس الفكره ان انا مش عارف اجيبها منين. طب احنا لازم نعملها من الاول تاني. طب استنوا. او ده بقى فكره ان الواحد بيقعد يتكلم كتير وبيخرج عن سياق الحاجه اللي هو عامل. تعال نعملها تاني اهو. داتا فروم ده هوم. وحدوه. لا اله الا الله. لا اله الا الله. لا اله الا الله. يلا بقى حضروا نفسيكم عشان خلاص بقى نشرح بقى ايه الاخيره دي وخلاص. انت معايا خليل ولا وقعت مني؟ لا ما اقدرش ما اقدرش معاك طبعا. حاضر ماشي. يلا الموضوع جميل. نعم الموضوع جميل بس عايزين نشتغل بايدينا اكتر يعني. طب والله طب اعمل ايه يا صبر يعني. طب والله يعني لو بايدي يعني مش هتاخر عنك والله. تمام لو اوف لاين بقى يبقى اجمل بقى. لو ايه؟ لو اوف لاين يبقى اجمل. والله يا ريت. طب اقول لك على حاجه. انا عمري ما رحت جمعيه رساله دي غير مره واحده بس. انا بدرس فيها بقى لي 4 سنين ما رحتش غير مره واحده بس. انت رحتها قبل كده يا مصعب؟ تشرفنا هندسه. اه بنزل بس مش دايما لان اونلاين مش اوف لاين يعني. بنزل تجمعات بس. انا كانت لسه هند الدالي كانت قايله لي على تجمع من قريب بس انا للاسف جالي مشوار فقلت لها مش هقدر. تجمع وقت ما يكون مناسب مع حضرتك تشرفنا طبعا. انا بحبك انا بحبك وبكري اهو كمان. انا بحبك يا بكري برضه. نعم في اي فرع؟ في اي فرع؟ بتهيألي مدينه نصر. مدينه نصر اه. او بصوا يا شباب معلش انا كنت عامل بس اللي هي الليفت اوتر دي الليفت دي فجاب لي الحاجه كلها يعني. كان من الاخر عمل لي زي بيفت تيبل كده او اكس لوك اب على قصدي في لوك اب كده ولا اكس لوك اب على الحاجه وجاب لي كل الداتا دي. اما الباقي كله بقى في باقي الجدول فهو فاضي. كانت نال زي نال فعلا هي نال. كلام كده الباور كويري شباب. تمام انا خلصت الباور كويري. تمام بس هنشوف النتائج بتاعته بقى لما نيجي نشتغل بقى. اكيد في حاجات كتير هتقف معانا ان شاء الله خير. بص يا صبره بص يا شباب انا ان شاء الله معاكم في اي حاجه. اي حاجه تقطع قصادكم كلموني في التليفون او ابعتوا على الجروب وانا تحت امركم. ماشي يا شباب. هو بعد اذنك يا باشمهندس معلش عشان المحاضره ما شاء الله يعني دسمه ربنا يجزيك خير حبيبي. ممكن ترفعها لنا بسرعه ننزلها عشان لو هنطبق حاجه بس نرجع. حاضر يعني بس ممكن تستنى بس يوم الاحد. يوم الاحد بس لو سمحت. مش مشكله لو سمحت بس كده. شكرا يا يلا بينا بقى. شكرا ليك يا بص انا هقفل ده كده كله. تمام نفتح بقى اكسل شيت كده ابن ناس كده لوحده كده خالص. اللي جاي ده ان شاء الله هيبقى سهل. تمام كده يا شباب يلا بينا. تمام تمام ماشي كله بقى يفتح كده الاكسل بتاعه. لو حد فاتح اكسل معايا نفتح اكسل. ماشي كليك يمين هنا كاستمايز ريبون اهي ادنز ادنز اهي ادنز. ادنز تمام اسمها كوم ادنز سي او ام ادنز جو. في حاجه اسمها مايكروسوفت باور بيفوت. مايكروسوفت باور بيفوت تعمل عليها علامه صح دوس اوكي ظهر باور بيفوت اهو. ده شكل برده من ضمن الاشكال اللي مش عندكم في الاكسل اللي انتوا اول مره تشوفوها. طب معلش يا دكتور في حاجه برضك زي كده تشغل لنا المديولز اللي هي مش موجوده اللي في اكسل 365. يعني ايه مش فاهم وضح كده اكتر. يعني مثلا زي بتاعه المعادله بتاعه يونيك دي ما كانتش ظاهره معايا. مش ظاهره عندي عشان اللي عندي 2016. فهل ينفع نعمل هل ينفع بقى الواحد يعمل لها حاجه زي كده؟ لا للاسف لا.
هي بتنزل بالفيرجن بتاعها. للاسف لا. يا ريت والله، يا ريت والله لو الموضوع كان كده كنت يا ريت. انا ماشي فتحنا البيفت كيبل. معلش معلش ممكن تعمل الخطوات الاخيره تاني؟ ماشي. انا يا جماعه كليك يمين في اي حته كده، كاستمايز ريبون، ادنز، ادنز اهي ادنز هنا، تدوس سي او ام ادنز، سي او ام ادنز، بعد كده جو هيجي لك هنا كده اسمها باور بيفوت اكسل، ودوس اوكي هيظهر لك الشكل ده. المهم احنا بس عايزين بس نفتح بس الداتا اناليسيس بس عشان نشرح ايه اللي هي الداتا اناليسيس. انا حاسها في الشارع والله، حاسها قاعد. والباور بيفوت، بصوا يا شباب الباور بيب، احنا قلنا في الـ في الـ في الـ في الباور كويري، الباور كويري بيشتغل بلغه اسمها ايه؟ الام ام ام ميم محمد. تمام. الباور كويري، الباور بيبوت بيشتغل بلغه اسمها داكس. داكس اللي هي داتا اناليسيس اكسبريشن. الباور كويري ده، الباور بيبوت قصدي، وظيفته ان هو بيعمل ريليشن ما بين الداتا ببعض، وتقدر تعمل عليه معادلات بلغه الداكس. ايه الفرق ما بين الباور كويري والباور بيفوت؟ الباور بيفوت تقدر تعمل اناليسز وتعمل خطوات كليننج اكتر، وتطلع لود موديل كويس، تطلع لود موديل على طول اسمها داتا موديل. الباور بيفوت، الباور بيفوت تعمل ريليشن ما بين جداول ببعضيها، وبتقدر تشتغل عليه بلغه اسمها داكس. تسالني ايه الفرق؟ اقول لك الفرق مش 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 ضليع او مش كبير قوي يعني، بس اغلبيه الناس كلها بتشتغل على الباور كويري. الباور بيفوت ده شكل الباور بيفوت، يعني من علامه التبويب هتشوفوا اسمها اداره ومقياس وكي بي اي وهكذا. هنا ممكن بنفذه الباور بيفوت تقدر تعمل علاقات بين البيانات المضمونه، ومن خلال تحديد الايقونه وطريقه معرفش ايه تقدر تربطهم ببعض. وهنا العلاقات ما بين الجداول. لازم بقى، بصوا يا شباب بقى ركزوا معايا بقى، معلش انا هعمل ستوب شير لحظه او خليها زي ما هي. العلاقات، علاقات ما بين الجداول، الريليشن دي اللي هتفرق معاكم بقى قوي 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 في موضوع الباور بيفوت. بصوا في اللقطه اللي جايه دي، تحليل بيانات يتطلب انك تتعامل مع كذا جدول علشان تعرف العلاقات ما بينهم. هتحتاج تتأكد العلاقات دي صحيحة، وهتحتاج تعمل علاقات معينة ما بين الجداول. ننزل هنا كده، الكاردناليتي أو اللي هي المقياس أو العلاقات ما بين المقاييس أو العلاقات اللي ما بين الجداول. الجداول اسمها ميني تو 1، 1 تو ميني، 1 تو 1، ميني تو 1، ميني تو ميني. يعني إيه؟ تمام. ميني تو 1 اللي هو العلاقه اللي اسمها ميني تو 1، بيقول لك في الجدول ده السيلز هي القيمه اللي بتتكرر كذا مره، والجدول الثاني البرودكت، يعني البرودكت الواحد تقدر منه تطلع كذا سيلز كذا بيعه. فدي كده البرودكت ده اللي هو ال1، والميني اللي هي البيع. فاهمين ولا لا؟ الو، ممكن يكون قصده ان هو لو عنده تيبل واحد مثلا في كذا كولوم كي، اقدر اطلع منه الثلاث جداول بثلاث اسهم، كل جدول منهم فيه كي واحد، صح كده؟ صح. بس هل الناس فاهمه اللي انت بتقوله؟ مش عارف. صبره. السلام عليكم ولا ايه؟ لا. السلام عليكم. بص الميني تو 1 او ال1 تو ميني، بصوا يا شباب انت دلوقتي المنتج مثلا وليكن الايفون بيتباع منه كام بيعه؟ بالملايين، صح ولا غلط؟ مظبوط. يبقى الايفون ده ال1 والملايين دي الميني، السيلز او الميني، ميني اسمها ميني. تمام. وبرده الملايين دي ميني، والموبايل هو ال1، يعني هي 1 تو ميني وميني تو 1 الاثنين زي بعض. تمام. ال1 تو ميني بيقول لك ايه؟ بص بيقول لك ايه، حتى انا جايب امثله برضو مستفزه الصراحه. الجدول الاول برودكت والقيمه بتاعته يونيك مش متكرره، والجدول الثاني سيلز والقيمه بتتكرره. بصوا من الاخر افهموا اللي انا اقوله لكم ده، من الاخر الايفون ده من الاخر علاقه واحد،
بيتباع منه اكتر من بيعه في اكتر من مكان، يبقى دي كده الميني، يبقى 1 تو ميني، صح ولا غلط؟ يبقى الايفون بيتباع منه لاكتر من عميل مثلا، يبقى الايفون بيتباع ل 100 عميل، يبقى الايفون ده 1 والعميل ده ميني، صح ولا غلط؟ صح مظبوط. صح كده بقى، سيبك بقى من الكلام الانشا ده. ال 1 تو 1 في بقى اللي هي ال 1 تو 1 زي الجدول الايفون والفرع بالظبط اللي هيتباع منه. بيقول لك ايه بقى؟ بيقول لك الامبلوي والامبلوي ديتيل، يعني مثلا الامبلوي اي دي اللي هو مثلا رقم الموظف، اللي هو رقم موظف اللي هو كام؟ 501 مثلا، 1002. وتفاصيله برضو مش 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 متكرره مع حد، يعني رقم يعني رقم الموظف مع رقم موبايله، هل رقم الموبايل ده مع حد تاني؟ لا لا طبعا. فرقم الموبايل ده ال1 ورقم الموظف ده برضو 1، تبقى العلاقه 1 تو 1، يعني مفيش حاجه متكرره فيها. فاهم قصدي؟ صبرا انت معايا ولا سلام عليكم؟ زي الفلوك اب بالظبط كده، طلع حاجه قصاد حاجه بالظبط. سلام عليكم يا صبرا. لا تمام يا استاذ محمد. لا لا انت معايا، اطلع لي بس كده شويه معاك. خلاص كده. وفي بقى الميني تو ميني، ودي الناس ما بتحبهاش. واولا الميني تو ميني دي مش موجوده في الباور بيفوت، الميني تو ميني دي موجوده في الباور بي اي، ودي علاقه بيقول لك ان العلاقه دي غير محببه بالمره، يعني هتحس انها علاقه محرمه. يعني بيقول لك ان العلاقه كل اللي فيها متكرر، حتى اول ما انت بتعمل العلاقه دي بيظهر لك زي ايرور كده، او مش ايرور، لا زي وورنينج كده، خد بالك انت العلاقه دي مش محببه لينا. ان انت يعني بص مش عارف اقول لك زي جدول، بيقول لك ايه ان الستيت هيطلع كل البيانات. يعني مثلا الستيت سيلز مبيعات المدن كتيره، ومبيعات المحافظات اللي جواها، او المحافظات والمدن اللي جواها، فالاثنين متكررين كده كده. احنا مش فاهمين اي حاجه، فانا هقول لك مش هنعرف نستخلص منها بيانات صحيحه. لا هي تعرف بس مش قوي، يعني مش تبقى محببه. قول لي يا بكري، قول لي يا بكري. طيب يا حاج، عندك سؤال يا بكري؟ سامعني تمام؟ اتفضلوا. الميني تو ميني طالما هي مش محببه يعني وطالعه، يبقى ايه فايدتها؟ لا هي ليها فايده، ليها فايده. بص هقول لك على حاجه، هتلاقي ليها فايدتها لما بتيجي تدور. هقولها لك ازاي. لما لا بس انت مثلا لما تيجي تقول له انا عايز، ما هو بص العلاقه لما انت بتيجي تربطهم ببعض بتبقى العلاقه الستيت سيلز اللي هي مثلا المدن او المحافظات مع الستيت سيتي اللي هي من الاخر محافظات ومدن، الاثنين متكررين والاثنين كتار. بس انت لما تمسك محافظه واحده تقول لها فيها كم مدينه او مبيعات المدينه، هيطلع لك. لا ليها لازمه، ليها لازمه يا بكري. هنيجي هنا في الباور بيفوت، هنيجي نعمل كده، ثواني كده اعمل لكم ستوب شير كده، واعمل الشير اللي هو الثانيه اهو، شير كده. شايفين كويس صح؟ تمام كده. كده انا عندي ثلاث شيتات اسمهم اوردرات والريترن بتاعهم واليوزر بتاعهم. بصوا بقى على الحته اللي جايه دي، هنيجي هنا في الداتا في المانج في الباور بيفوت، تدوس عليها بصوا يا شباب، ده شكل الباور بيفوت اول ما تيجي تفتحه. احنا بس مش هنقعد نقرا ده كله، احنا كل احنا عايزينه ان احنا نعمل امبورت للداتا. امبورت ولسه بيفتح؟ نعم لسه ما فتحش. انت مش شايف كده؟ ما فتحش عندك ولا ما فتحش ايه عندك؟ صح شاشه بيضاء. انتوا شايفين يا شباب ولا لا؟ ايوه فتح. وبيتكلم عن حضرتك يا دكتور اللي الشاشه اللي تحت بيضاء، يعني انتوا شايفين ان انا شايفه ولا لا؟ اللي حضرتك موجود تمام. وفي اكتر من داتا، فالداتا هنعمل ايه؟ فروم اذر سورسز دي، فدي اكتر من سورسز بقى، سيكوال سيرفر وسيكوال ازور ومايكروسوفت اكسس واوريكل وتيرا داتا وحاجات كتير قوي. احنا كل اللي احنا عايزينه ايه؟
اكسل شيت الغلبان بتاعنا ده اكسل فايل تمام ونروح دايزين براوز يقول لي انت عايزه منين اقول له انا عايز الاوردر واقول له خلي لي الفيرست رو از كولوم هيدر خلي لي اول صف يبقى العمود يبقى العنوان دوس نيكست ونشوف البريفيو كده اوردر بريوريتي كاستمر ما اعرفش ايه الحاجات دي صح كده دايسين اوكي وندوس دايسين فينيش واحده دايسين كلوز كده احنا عملنا ايه كده احنا جبنا ايه اول فايل الاوردر بعد كده هنيجي هنا كده from other sources اهي ونيجي عند الغلبان تاني ونخط ايه الريتيرن ونيوز دي كده next finish close فكده ده جه ايه الريتيرن بعد كده ناخد import from other sources وناخد ايه اخر حاجه خالص اليوزر ما ينفعش نختارهم الثلاثه مع بعض ندخل من اول مره لا ما هي دي من تنحته تنح رخم قوي دوس نيكست ونقعد اسيم فينيش عارف ليه بيعمل كده لان في الاس كيو ال الحاجات متجهزه على شكل تيبل فانت بتخش تختار تقول انا عايز انهي تيبل بالظبط في الاس كيو ال يا جماعه مش الحاجه متخزنه زي الاكسل كده كلها جنب بعض لا ده كل حاجه ليها تيبل لوحده فاهمين قصدي ايه الو معاك يا دكتور يلا بسم الله الرحمن الرحيم كده احنا عملنا ايه الاوردرات والريترن واليوزر والثلاثه ما شاء الله ما فيش ما بينهم حاجه هنيجي بقى هنا كده حاجه بسيطه كده اسمها دايجرام اهي بقينا مهندسين اهو بقينا نعمل شغل هندسه اهي ونسحب دي كده لتحت ونخلي دي كده ونخلي دي كده ها تتوقعوا نعمل ايه ها هنعمل هنطلع المصر. بسهم من ال... هنطلع بسهم من الريتيرن اوردر مثلا نروح بيه للاوردرز مثلا بص يا شباب لان هما الاثنين مربوطين بالاوردر اي دي بص يا شباب صح بص احنا اولا ما في احنا بندور على الريليشن الريليشن اللي ما بينهم كلهم هنا ده الريجن دي موجوده فين هنا اهي لما تيجي تختار الريجن دي وتسحبها وتاخدها لحد الريجن دي كده عملت ايه بقى بصوا ركزوا كده في المعادله دي بص شكلها ايه كده 1 to many خدتوا بالكم اللي هي علامه الاستريك دي تمام لان دي ما فيهاش كتير اهي ثانيه لا دي اشوف دي كده ولا لا دي لا 1 to many طب هل في الجدول ده في شبه فيه في الجدول ده لا لا طب هل ده في ده في اوردر اي دي اوردر اي دي اهي يبقى نسحب من ده كده لحد هنا 1 تو ماني برضه هتبقى 1 تو ماني خدتوا بالكم اهي العلاقه دي واحد لان دي ما فيهاش قيم مكرره ودي فيها قيم مكرره خدت بالكم تمام هنعمل كده كده احنا ربطناهم كلهم ثانيه بقى ديزاين تمام الى حد ما تمام كده يا جماعه كده بقى عندنا ثلاث جداول نقدر نعمل كده احنا ربطنا الثلاث جداول كلهم ببعض نقدر بقى نعمل لهم لود ازاي بقى عن طريق البيفت تيبل او بيفت تشارت او نقدر نعمل تشارتات او بص بيقول لك ايه فور تشارت اربع تشارتات او اثنين او اتنين تانيين في هورزونتال وفيرتيكال فاحنا نقول له ايه هاتهم لي ايه من الاخر ها بيفت تيبل عادي بس كده سلام عليكم وهو بقى احنا بقى نتعامل احنا مع بعضينا صح ولا غلط بصوا المنظر ده الاوردر احنا ممكن نقول له ايه بقى هات لنا من الاوردر الريجن اهي صح كده تمام وهات لنا من الريجن عدد الاوردرات الستاتس بالستاتس بتاعتها ونعمل كده count relation between tables be needed لا برضو شايف خليها كده ونخليها بالستاتس على طول استنى
ثواني، هي الاوردر كانت مربوطه بمين؟ الاوردر كانت مربوطه بال بريترن. ايوه يا جماعه ما الاوردر كانت مربوطه بريترن. لما تيجي تعمل دي كده اوتو ديتكت، طب تعالى نعمل كده اوتو ديتكت، طب مانج التيبل اوردر، يبقى لازم بالاوردر والاوردر. طب استنى لحظه، لو انا خدت المانجر وجيت هنا عند الريجن هيجيب لي كل ريجن، تمام، عشان دي مع دي. طب لو انا خدت، طب دي كده واحده، لو انا جيت هنا برضو عملت بيفت تيبل واحد تاني في ده في الحته دي كده اهو، وخدت هنا من اليوزر المانجر، وعملت من الاوردر كام سيلز، بيجيب لي السيلز بتاعها. هي مش عارف ليه التانية دي ما عملتش، بس خدتوا بالكم يعني قصدي ايه؟ ان انت بتقدر تعمل من ثلاثة شيتات، من ثلاث شيتات ريليشن ما بينهم. فاهم قصدي ولا؟ الو؟ ايوه الفكرة. تمام تمام نعم. على الفكره بتاعته كلها يا دكتور، الفكره ان انت بيبقى ممكن عندك كذا شيت، والكي بتاعهم اللي بيربط يعني العمود المتكرر اللي بيربط ما بين الشيتات دوت مختلف. فانت بتعمل ريليشن ما بينهم علشان بدل ما تقعد تعمل في لوك اب وتنقل داتا والشيت يضرب منك، بتبقى داتا كبيره على فكره، داتا مش صغيره، بتبقى داتا كبيره. يعني وبص بقى، طب ثانيه، طب هل لما هعدل حاجه في الشيت؟ نعم اتفضل. بيفكرني بالاكسس لما كنا بنيجي نعمل الجداول ونربطها. بصراحه مش هكدب عليك، انا ما ذاكرتش اكسس وما اعرفش حاجه عنه، ما للاسف ما اعرفش حاجه عنه، بس اكيد انا فعلا في الاكسس كان شبه كده يا باشمهندس. نعم شبه الريليشن شيبس دي بجد والله في الاكسس. شبهها. طب بص بصراحه احنا يعتبر عندنا في الاكسس 1 to many والحاجات دي. اتفضل واحده واحده كده، قولوا كده مين اللي كان بيقول 1 to many وميني تو ميني؟ انا كنت بقول لان انا درست الاكسس شويه كده، كان في فعلا اللي هي الريليشنز اللي هي 1 تو 1 و1 تو ميني، كان في حاجه اسمها اللي هو الكي بتاع الجدول ايوه البرايمري كي والفورين كي والحاجات دي. البرايمري كي بالظبط. البرايمري كي يا جماعه والفورين كي دي موجوده في السيكوال، دي موجوده في السيكوال حتى دلوقتي احنا لما بنيجي على ابلكيشن الاكسس. قولي يا رنا كده ايه حاجه اسمها سكيما واي ار دي، احنا كنا بنشتغل في الاكسس اي ار دي. ايوه طبعا اي ار دي انتيتي انتيتي ريليشن داتابيز. لحظه انت ريليشن ونعمل سكيما كملي نعمل سكيما ونحط فيها ريليشن 1 تو ماني ونحدد الفورين كي وال ايوه انا عارف المربعات والسكيما والكلام ده. صح صح. ويكون عندي العلاقات كلها اوتوماتيك بحيث ان انا لو ظبطت جدول واحد هو الباقي كله اتظبط معايا، مش بحتاج ان انا اعدل المانوال خالص. صح. انت اشتغلتي في السيكوال يا رنا؟ اشتغلت سيكوال داتابيز بس عشان الويت تايتل مش اشتغلت. لا صوت عالي شويه لو سمحتي. اشتغلت سيكوال عشان على اكزامب علشان الدوت نت، اشتغلت شويه باك اند. كويس. بصوا يا جماعه صح، الاي ار دي اللي كانت بتتكلم فيه رحمه ده اي ار دي بيكون عباره عن، هقول لكم اي ار دي، لو انت كتبت اي ار دي دايجرام ده اسمه انتيتي ريليشن داتابيز او انتيتي ريليشن، دي اسمه اي ار دي، ده الشكل بتاع الاي ار دي ده. بيبصوا على الحاجه اللي هي 1 تو ميني وميني تو. بصوا خدتوا بالكم الشكل اهو 1 وميني، خدتوا بالكم ولا لا؟ الو تمام واضح. يعني بص لو احنا خدنا كوبي ايمج دي كده، هو تقريبا النت كان في مشكله. حاضر ثانيه اهو. بصوا 1 وميني ده الاي ار دي يا جماعه. حتى بصوا بيقول لك ايه الاوردر 1 والايتم ميني، يعني انت ممكن تعمل في اوردر واحد اكتر من منتج. فاهمين قصدي؟ ايوه. السلام عليكم ولا ايه يا صبره؟ لا معاك تمام يا دكتور. تمام. يعني بصوا بيقول لك ايه، دي الانتيتي وده حتى انتر ريليشن دايجرام. حتى بيقول لك مثلا ايه تاني،
شوبينج كارت فيها كذا ايتم. حد يعرف شوبينج كارت دي ليه؟ يعني لو حد دخل على امازون او جوميا او حاجه كده يقول لك اد تو كارت. سياره التسوق. سياره التسوق صح. جدع جدع صح. سياره التسوق صح. يقول لك ضيفها في سياره التسوق. جدع صح. فبيبقى مليانه ايتمز، مليانه منتجات. صح ولا غلط شباب؟ مظبوط. انا بحبكم كده. احنا خلصنا الباور بيفوت. الباور بيفوت يا جماعه عشان تبقوا فاكرين، الباور بيفوت شغال بلغه اسمها داكس، بس اللغه دي احنا هنشرحها في الباور بي اي. اللغه الداكس دي بيبقى فيها معادلات زي المعادلات اللي عندنا. يعني بصوا كده، مثلا وليكن نجيب مثلا توتال سيلز. توتال سيلز بتساوي سم. لا استنى نجيب سم على طول. سم في سم اكس، في سامرايز، في حاجات كده كتير انت ما تعرفهاش. سم وتختار الفرع، الفرع اللي هو تختار قصدي الحاجه. مثلا سم السيل زي انتر. اهي جاب لك ان الـ ان الـ المجموع بتاعهم هيبقى مليون ومعرفش ايه. انت ممكن بقى تعملها بقى بالكومه دي كده، هتبقى مليون 924 300 وشويه. ممكن بقى تغير الميجر 1 دي تخليها مثلا ده توتال سيلز. انتوا معايا يا شباب ولا لا؟ الو معاك يا دكتور. ايوه معاك. يعني قصدي ان في لغه، في بصوا يا جماعه، في معادلات مشهوره جدا في الداكس اسمها كالكوليت، مش موجوده في الاكسل. يعني كالكوليت اهي، كالكوليت في اول، في ايه تاني، في فلتر، في ايه تاني. بس هي من اشهر المعادلات، اشهرهم بنت لذينة لو بتخلص، هي كالكوليت. كالكوليت دي اللي يعني هنستخدمها كتير قوي. ماشي كده يا شباب. دي اهميه معلش، يعني كالكوليت دي يعني ايه اللي تختلف عن الاكسل؟ بص المعادلات بتاعت، بص معادلات، ما هي الداكس دي لغه مختلفه، الداكس دي فلازم ينزل لها معادلات مختلفه، زي الام لغه مختلفه نزل لها معادلات برضو مختلفه، بس بنسبه بيبقى لحد ما قريبين من بعض، يعني تقدر تكتبهم بايدك حتى. يعني في مثلا معادلات مثلا زي اسمها سمرايز، انت تقدر تعمل سمرايز لحاجات معينه، بس ان شاء الله نشرحها في الباور كويري، في الباور بي اي احسن. يعني مش عايز اشرحها هنا واشرحها هناك، فاهمين قصدي؟ مفيش مشكله يا دكتور. طب انت معايا صبرا ولا السلام عليكم ولا وقعت انت ولا ايه؟ لا معاك يا استاذ محمود. انت كويسين يعني؟ الحمد لله. انا يعني انتوا لحد الان واقفين على رجليكم. معلش انا متاسف جدا، انا عمال يعني اطخ جامد فيكم جامد، بس والله انا هعمل بقى ستوب شير اهي. باشمهندس ابعت لنا الشيتات بس نطبق عليها. طبعا طبعا هبعت لكم الداتا بتاعت الباور كويري والباور بيفوت. وانا هحاول اطبق الحاجه دي يا دكتور على الشغل اللي عندي واشوف هيظبط معايا، ولو حاجه وقفت معايا ابلغك برضه. يا باشا انا تحت امركم، مش بهزر والله، انا تحت امركم فعلا. اي حاجه انا تحت امركم بجد. كلموني في اي وقت، اعملوا لي منشن، اعملوا لي اي حاجه، وانا بعون الله بعون الله هقدر افيدكم. ماشي يا شباب؟ باذن الله هندسه. تمام يا دكتور. انا والله انا بحبكم لله في الله. ودي داتا فور باور كويري اند باور بيفوت. اهي تمام كده يا شباب، وصل لكم الموضوع؟ وصل يا دكتور. تمام. اي حد، انا اتمنى ان انتوا اول حاجه تكونوا فاهمين، يعني ما يبقاش دش وخلاص. اتمنى رايح بين اللي فينا هندسه والله، يعني انا كمحاسب اخري باور كويري والله. بص يا شباب والله يعني انا بديكم كورس داتا اناليسز غشيم شويه، بس والله الكورس ده صدقوني والله 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 فعلا فعلا ده فعلا اللي بيمشي في السوق. مش السوق اللي هو السوق اللي انت بتبيع او دي الكورسات اللي بتتباع، لا لا، سوق انك تشتغل بيها. فاهمين قصدي يا شباب؟
تمام يا دكتور. تمام. انا متاسف ان انا ضغطت عليكم شويه او ان كان المحتوى التعليمي شديد شويه، بس والله العظيم يعني انا على قد ما اقدر والله. لا احنا مستمتعين يا دكتور، مستمتعين وهنطبق وهنبوظ وهنصلح من نفسنا. انا تحت امرك، انا بحبكم والله، وان انتوا عايزين اعمله لكم والله. بس والله بكره اجازه بقى يا استاذ محمد. بص انا بحاول كده والله فعلا، يعني صبره فعلا الموضوع ضرب نار والله. يعني انا على فكره انا بكلمكم، انا وقعت كده من طولي والله. الموضوع طلع، الموضوع الداتا اناليسيس دي طلعت صعبه قوي. ويا سلام بقى صبره بقى، يا سلام لو كان مثلا الموضوع اوف لاين. انت عارف يعني ايه اوف لاين؟ انت عارف اجمل حاجه ايه؟ قول اللي احنا نشوفك والله. يعني دي حبيبي والله كلها. حبيبي انا والله يعني يا ريتكم بتروحوا جمعيه رساله. انا والله يعني يا ريت ان انا احنا ممكن نظبطها يا دكتور في مره ونتقابل هناك في استاذ مصعب. والله هو اللي يقرر بقى، استاذ مصعب واحمد بكري هم اللي يقرروا والله. نضغط عليهم يا دكتور مفيش مشكله، لازم هو مصعب واحمد بكري اللي يضغطوا بقى. فا انا والله يعني تحت امرك يا باشمهندس. شوف حضرتك تنزل امتى ونعمل كورس. بص هو يبقى يوم جمعه، هو مش هيبقى حاجه غير يوم جمعه. لا مفيش مشكله، خليك جمعه يعني ان شاء الله. ان شاء الله يبقى في يوم كده ان شاء الله. يعني اتمنى بس نخلص الداتا دي على خير. هو خلاص قريب، فاضل كده حوالي 3 او 4 حصص تانيين. هو هتبقى باور كويري، الباور قصدي باور بي اي. الباور بي اي يا جماعه مش هيبقى صعب ان شاء الله، لان انتوا هتبقوا واخدين خدتوا على الباور بيفوت والباور كويري والاثنين موجودين في الباور بي اي. انتوا معايا؟ والاهميه الاكبر للباور بي اي انه فيجواليز صح، او التشارتس عنده احسن. والله بص هو التشارت احسن، بس انا ممكن اسالك سؤال يا مصعب معلش. انا شايف ان الاكسل ده الاستاذ بتاعنا. يعني انا شايف ان باور بي اي ماشي استخدامه كويس وكل حاجه، بس الاكسل يعني ما قالش بادبه يعني، فاهم قصدي؟ الاكسل ما وقعش. لا هو كل حاجه تشتغل الاكسل، بس الفيجوالايز او الاشكال هتبقى في الباور بي اي احسن، او ده اللي انا خدت بالي منه. ما اعرفش الصح ولا غلط والله يا صاحبي. بص يعني انا عن نفسي الاكسل ده استاذي يعني، ده انا على طول بستخدمه. الباور بي اي كل فتره والتانيه كل ما استغنى عن الاكسل. بص كل ما يكون مديري عايز حاجه معينه بعدلها في الباور بي اي وخلاص على كده. يعني انا قصدي ايه؟ بصوا يا جماعه نصيحه من اخوكم، انتوا سامعيني صح؟ سامعيني؟ سامعينك. نصيحه مني، اهتموا بالاكسل قوي 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 قوي. انتوا مش متخيلين الاكسل ده بيفتح مجالات بالهبل قد ايه. الاكسل ده دلوقتي بقى انت تقدر تستفيد منه من ناحيه اتعلمت اكسل، يعني اتعلمت جوجل شيت، فانت كده بقى معاك شغلانه تانية. بقى معاك يعني بقى معاك ايه؟ بقى معاك فيتشر تاني، مهاره تشتغل بيها، مهاره تانية، سكيل زياده. بالظبط اتعلمت اكسل. الاكسل ده دلوقتي يا جماعه بيعمل حاجات تحفه. يعني في حاجه اسمها جروب باي وبيفوت باي، دي موجوده دلوقتي في السيكوال. جوجل شيتس، رنا انت معايا؟ رحمه قصدي، رحمه انت معايا صح؟ مع حضرتك كده. في جوجل شيت في معادله فيه اسمها كويري. كويري دي بقى يا جماعه كانك بتستخدم اكسل سيكوال بالظبط جوه جوجل شيت. اسمها كويري، كويري سيلكت فروم كذا وجروب باي كذا واعمل لي سور واعمل لي اوردر باي كذا. اللي فاهم سيكوال هيفهم اللي انا بقوله. يعني قصدي ان جوجل شيت واكسل لا غنى عنهم. السيكوال طبعا انت هتتعلم سيكوال، بس برضو انت اخرك في السيكوال حاجات محدوده شويه. يعني انا بقول لك السيكوال اللي هو الدي كيو ال اللي هو داتا كويري لانجويج، اللي هو سيكوال اللي هو قصدي سيلكت اوردر باي هافينج وير، يعني ده اللي هو الجدول كده. الباور بي اي هو عشان بس الناس بتتنطط بيه كتير. والله يا جماعه يعني النصيحه من اخوكم والله الموضوع في الباور بي اي مش هتلاقوه كبير. ده الاكسل انتوا خدتوا بالكم لما تيجوا تعملوا تشارت في الاكسل، انتوا بتعملوا انسرت بيفوت تشارت، الموضوع سمع على طول فجاه. يعني التشارت تلاقيها جابت الارقام وعملت داتا ليبل والليجن. انتوا مش متخيلين بقى في الباور بي اي الموضوع هيبقى رخم مش سهل. انا عارف ان السوق عايزه، وانا عارف ان السوق لازم تبقى معاك باور بي اي، لازم تبقى معاك باور بي اي، بس صدقني لما تيجي تخش شغل حقيقي حقيقي الباور بي اي ده تستخدمه كل كام شهر.
شغل حرفيين يا دكتور زي ما بيقولوا، يعني الاكسل انت بتظبط الحاجه بحرفيه تحت ايديك. هقول لك على حاجه، هقول لك على حاجه صبر، هقول لك على حاجه صبر يعني اتفضلي يا رحمه. كنت عايز اسال حضرتك يعني برضو لو حتى الشغل المعتمد شرط ان هو يبقى فيه باور بي اي وسيكوال، برضو هيبقى الشغل الاساسي او اكتر شغل على الاكسل؟ بصي انا دخلت شركات كتير وتعاملت مع ناس اديت لهم كورسات كتير، في ناس واصحابي وليا ناس صحابي اتش ار بيقعدوا في الريكويرمنت لما بيجوا يطلبوا وظيفه محتاجين واحد بيطير، محتاجين واحد معاه بايثون ار اس كيو ال اكسل باور بي اي تابلو كل ده فعلا. في الاخر لما يروح يشتغل يشتغل باكسل وجوجل شيت. انت فاهم قصدي ايه؟ بس هو بس ده من... فعلا لما بفتح على لينكد ان بلاقي فعلا كاتبين الحاجات دي يا جماعه. والله العظيم ثلاثه انا عملت انترفيوهات. اصدق حضرتك انا بس عايز انا عملت انترفيوهات كتير حضرتك في الشغل يعني. ايوه انا عملت انترفيوهات شركات كتير فعلا بيقعدوا يطلبوا هيطلبوا. بص بقول لكم ايه، بيطلبوا لسته بجد اللي انت ايه اللي انت ما تشتغلش وتيجي. طب انتوا يا فندم بتشتغلوا ازاي على جوجل شيت واكسل وبكبرنا قوي باور بي اي؟ طب انتوا تعرفوا حاجه عن التابلو؟ لا والله. طب انتوا طالبينه ليه يا فندم؟ هو كده فاهمين قصدي ايه؟ ف هو سوق بس من الاخر ما يمنعش انك تبقى عارف حاجات كتير يعني. برضو يا رحمه برضو ما تمنعش انك تبقى فاهم في كل حاجه. انا كل فيلم اغنيه دوم سيستم سي ار ام. نعم رحت اشتغلت في مكان عندهم سيستم سي ار ام وكانوا متعاقدين مع مايكروسوفت وعاملين شغل عالي قوي، وفي الاخر لقيتهم رابطين السي ار ام ده بشيت اكسل، والشغل بتاعي على شيت الاكسل مش على السي ار ام. يعني اللي بيسمع بتحط على الاكسل ده عشان يسمع في السي ار ام. اي بي اي ربطته بايه بي اي؟ عطيت ثمانية. ايوه بالظبط هم رابطينه باي بي اي ريد اند رايت. ايوه اللي هو انت تكتب في الاكسل يسمع في السي ار ام والسي ار ام يسمع في الاكسل ريد اند رايت. تمام هم عاملين كده. ما انا بقول لك والله بص عطيه والله يعني انا لما برجع لورا كده شويه يا جماعه، انت الاكسل تعرف تعمل فيه كل حاجه. اكسل تعرف تعمل فيه باور كويري تعرف وعلى فكره يا جماعه انا رابط اكسل رابط سيكوال على اكسل في الشغل عندي. يعني انا رابط جداول سيكوال على اكسل ورابط وشغله الدنيا تمام، والشيت بيبقى بال40 ميجا وال50 ميجا وشغال. عامل فيجوالايز والفيجوالايزيشن على اكسل كتيره. الباور بي اي انا عرفته. طب انا اقول لك على حاجه برضو من ضمن الحاجات انتوا ممكن تقابلوها وتبقى رخمه جدا. عارفين الباور بي اي بعد ما انتوا تخلصوه ايه اللي هيحصل فيه؟ صبرا انت معايا صبرا هتخلصوا الفيجوالايز وكل حاجه، هيقف عندكم حاجه اسمها باور بي اي سيرفيس. ما انتوا هتشيروا الباور بي اي ده ازاي؟ انتوا مش متخيلين. يعني احنا في الشركه عندنا احنا عشان مشتركين في انتربرايز في 365 انتربرايز ففي باور بي اي، يعني تقدر اعمل شير للباور بي اي. فاهمين قصدي ايه؟ لكن لو انا مش مش عندي السيرفيس دي عارفين انا هعمل ايه؟ هروح رايح لمديري باللابتوب بتاعي واشرح له الحاجه على اللابتوب بتاعي. فاهمين؟ او ابعت له الباور بي اي اللي هو الملف وهو يفتحه من على الباور بي اي بتاعه. فاهمين قصدي ايه ولا لا؟ الو مش قوي عشان عندك انت يعني عندك من الاخر كاني عملت داشبورد على اكسل فانا عايز اوريها لمديري هعملها له ازاي؟ فببعت له اكسل كله صح ولا غلط؟ هو ده اللي انا عملته على هو ده اللي بيتعمل على الباور بي اي. مش عارف استخدمه ولا سواه قوي لان هو هيبقى محدود الانتشار. انت تعرف تطلع على فكره داتا كويس قوي افهمني، انت تعرف تعمل صبر داتا كويسه جدا بس الفكره في الشير هتشيرها ازاي؟ الاكسل اسهل بكتير ممكن ما انت لا بس برضه الاكسل برضه عامل زيه. لا الاكسل برضه اوف لاين. الاكسل برضه لو انت عملت داشبورد فانت هتبعت لمديرك الاكسل بالداشبورد صح؟ صح. هو ده برضه هتبعت له برضه الملف بتاع الباور بي اي كله هتبعته له كله. وانا مش محتاج ان انا ابعته له كله، انا عايز الفينش بتاعه. شفتوا فكره اللوكر اللي انا بعتها لكم من شويه دي؟ هي دي ممتازه. دي تحفه.
ممتاز. انا بقول لمديري يا فندم انا بحب اشتغل على ده، قال لي بصراحه انا كمان بحب اشتغل على ده، انا ببعت له اللينك وهو يقعد يشتغل والحاجه بتقعد تتعمل له ابديت. انتوا فاهمين قصدي ايه؟ ما احنا عايزين بقى نتعلم الحته دي يا دكتور. والله لو انتوا تلغوا الباور بي اي واشتغل لكم دي ما عنديش مشكله، بس انا قلت لكم باور بي في الاول مش مشكله. اللي في مصلحتنا يا دكتور، انا معايا اللي في مصلحتنا كلنا، لو كنا ممكن نعمل فوت عليها ونشوف. بص هو لوكر ده كويس قوي، لوكر ده كويس والله، لوكر ده فعلا فعلا محترم. اسمه جوجل داتا ستوديو. جوجل داتا ستوديو يا جماعه خشوا واتفرجوا عليه شويه، ده كويس على فكره. واللي انا سمعته كمان ان تابلو، انا بصراحه لسه ما اشتغلتش على تابلو، بس تابلو حد سمع عن تابلو قبل كده؟ لا. زي الباور بي اي وكده. سال باور بي اي بالظبط، سال باور بي اي بالظبط. بس تابلو بقى فيه الشير ده بقى، يعني تخلص الريبورت وتروح عامل له شير يسمع عند مديرك مثلا او تبعته لمدير كده، يعني فاهمين قصدي؟ تمام. شبه الجيت كده بالظبط، زي جوجل داتا ستوديو اللي انا وريته لكم من شويه ده برضو. ماشي يا شباب، انا بحبكم لله لله، وان شاء الله ان شاء الله يعني تقدروا تستفيدوا بالحاجات دي. اتفضل. ولو انا مثلا خلصت شيت وعايز ابعته لحد ومش عايزه يبعته لحد تاني، مش عايز يبقى شيردبل، عايز هو بس يفتحه مره ما يقدرش هل دي في حاجه ممكنه لده ولا لا؟ اكسل شيت تدي له باسورد من الاخر يعني. ما هو ممكن يشاره بالباسورد. لا ما هو دي بقى، لا ما انا مش عارف بقى. مش عارف هي مره حته حوار الواتساب اللي هي الصوره اللي بتتفتح سيلف ديستراكتبل دي مش موجوده. حد عارف يا جماعه الصوره بتاعت الواتساب دي؟ ايوه اللي انت تبعت صوره لواحد مش عايز يشوفها وتروح اول ما يفتحها تتمسح. لا دي مش موجوده. دي مش موجوده. ماشي يا شباب، بكره اجازه. والله خليها بكره اجازه، مفيش مشكله، خليها من الجمعه الجايه. جميل قوي. احنا حد بس حضرتك ما ترفع لنا السيشن دوت على اليوتيوب وتبعت لنا ملفات نبدا نشتغل. ماشي، عشان اكيد في حاجه هتقف قصادنا اكيد. لا ان شاء الله مفيش حاجه، وانا متاكد اكيد طبعا. مش حضرتك بس معانا والله يا عم، انا بحبك والله. والله سلام عليكم. وبعايزك في الله في الله والله. ماشي ماشي يا شباب، ان شاء الله اشوفكم على خير يوم الجمعه الجايه. خلاص بقى، خليها يوم السبت ده كده اجازه، وخليها يوم الجمعه الجايه بحيث انتوا يعني ايه تهضموا كده المعلومات، وربنا معاكم. ماشي يا شباب، يا ريت يا جماعه بكره فعلا اجازه. حاضر، ماشي ماشي يا خضر. ماشي ماشي يا شباب، يلا عايزين اي حاجه يا شباب؟ الله يخليك استاذ. شكرا انا بارك الله جدا. شكرا جدا لكم يا شباب، شكرا جدا لكم. مع السلامه. مع السلامه. لا لا مش منس.